في دابا. نقص 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 هارو تبارطاجيو الاخوان. جيكم سارة في الماسنجر ونصيفط لك. اهلا وسهلا متتبعي متتبعات ماروك سبور 24، تحيه لكم جميعا. امسيه رمضانيه ان شاء الله مع الفريق الاحمر، اخر المستجدات واخر استعدادات بالنسبه للفريق الاحمر. غادي يكونوا معنا لتنشيط هذه الحلقه السي يونس من الدار البيضاء ومحسن من الرباط، سي رشيد غيكون معنا من الدار البيضاء، ريتما يلتحقوا بنا جميعا. كنظن كلهم معنا. اهلا وسهلا سي يونس. اهلا وسهلا بك اخويا كريم، وتحيه ليك وتحيه لمشاهدي ماروك سبور 24. مرحبا. نشوفوا معنا الاخوان في الهاتف، سي محسن من الرباط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخويا كريم، تحيه ليك وتحيه السي رشيد وتحيه سي يونس وكذلك الكافة المتتبعين ديال ماروك سبور 24 تي في. وتتمنى ان شاء الله ربما الحلقة تطرق المتتبعين ديالنا الاوفياء، وتتمنى لهم بعدا يكونوا دوزوا ربما هاد الايام تكون ان شاء الله دارت كيما بغاو، ونتمنى لهم التوفيق. مرحبا مرحبا بالسي محسن. السي رشيد معنا ايضا من الدار البيضاء. أهلا وسهلا سي كريم، وأهلا وسهلا سي يونس، وأهلا وسهلا سي محسن وبالمشاهدين الكرام. وكنستغلوا هذه الحلقة باش نباركوا لجميع الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، ونتمناو الحصة تكون مفيدة للجماهير الودادية، ونقدموا الإضافة ونكونوا خفافة لقلوب المشاهدين الكرام. مرحبا مرحبا بسي رشيد. نبداو ان شاء الله مع الاخوان. الاخوان اللي معنا حاولوا تبارطاجيو في لي جروب، الله يجازيكم بخير، حاولوا تبارطاجيو على اطار واسع باش يوصل لي نوتيفيكاسيون الاخوان ديالنا، لان لاباج باقي عندنا فيها يعني واحد الاقليه من المتتبعين. ريتما يلتحقوا بنا بعد الاخوان. غنبداو بسم الله نهضرهم طبيعه الحال المقابله تعادل ايجابي واحد لواحد البارح مع الجيش اللي في اخر اللحظات شفنا واحد البيلانتي
ما عرفت واش بيلانتي ولا ماشي بيلانتي، ولكن غادي نهضروا مع الاخوان وغادي نناقشوا هذه المواضيع، وغادي نشوفوا المحاور اللي عندنا اليوم. عندنا لقاء ديال الوداد والجيش، وغادي نهضروا على اناجم مناف، استعدادات لقاء نهضة بركان، واخبار في الاخر ديال الحصه غادي تكون عندنا اخبار على الوداد. وبقاو معنا باش تسمعوا، كاينين خبيرات ان شاء الله. حاولوا تبارطاجيو ماكسيموم الاخوان اللي معنا. اذا نبدا معك السي يونس، كيف رايت المقابله البارح؟ يعني مقابله للوداد كانت محتاجه تفوز بها باش نتكونسونطراو يعني على الماتش، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل، ما عندنا ما نديرو. نقطه يعني الوداد عندها نقطه واحده من المقابله ديال البارح. كيف شفتي المقابله سيونس؟ واخو كريم، فاللقاء كان جلي انه غيكون لقاء صعب، لانه ما نساوش ان الوداد يلاه راجع من رحله امتدت لواحد فيها دي زيسكال 28 ساعه، يعني الي 28 ساعه روتور، ما يناهز 34 الف كيلومتر، يعني قطعها الفريق في ظرف اقل من 4 ايام. فهذا الشيء كامل كان باين انه غيكون عنده واحد المفعول سلبي على العامل البدني، خصوصا ملي كنعرفوا ان نقطه القوه ديال الوداد الحالي هو هذاك، يعني لو فوليوم دو جو، يعني السخاء البدني الكبير وداك الاندفاع البدني اللي كنلعبوا به وكنفرضوا به الريتم ديالنا والايقاع ديالنا على الخصوم، تيكون دائما ريتم عالي اللي خاص ما كيقدرش يجاريك في الاخر، كتقدر تفوق عليه. هذا الشيء ما كانش، وكان جد متوقع من اللقاء. حاولوا اللاعبين انهم يحاولوا اللقاء اكثر بالحرفه ما بالكره، يعني لاحظنا انهم بزاف ديال المرات كانوا كيحاولوا كما كنقولوا انهم يجاريو لي فور ديالهم، ما يمشيوش ذاك الايقاع العالي، خصوصا اللي جا الهدف الاول في الدقائق الاولى خلى اللاعبين شيئا ما يحاولوا يخرجوا باقل الاضرار كيف ما كنقولوا واقل مجهود يحاولوا يحسموا اللقاء. جاو بعض الفرص، التعامل معه ما كانش بشكل مثالي اللي كان ممكن ان نقتلوا به اللقاء، وفي اخر لحظات كتجي ديك ضربة الجزاء اللي اعتبرها قاسية جدا في حق الوداد، وحتى الحكم يعني بواحد الطريقة غريبة كيعلن عليها، كيقول للاعب نوض، من بعد كيقول لي لا راه بيلانتي، باش كيجيو كيشجعوا عليه. يمكن تفكر في هذيك اللحظة انه صفر ضربة جزاء للوداد، راه حنا كنعرفوا التحكيم المغربي يعني كيخدم بواحد الطريقة ديال كيحاول ايكيليبري، ملي صفر ضربة جزاء للوداد وهو متكي علينا بحال ما عرفت انا اون فاس، ولكن حتى الوداد جاهم فرص اللي حقيقة كانوا يسدوا الماتش. يعني حنا ما شوف حتى الوداد يعني جاوها فرص باش تسد المقابلة وتفضي لنا الحريرة هذه. السي جيبور حتى هو تعطاتو فرصة، جاو جوج ولا ثلاث بيوت كان يفضي هاد المسألة هذه، ما نوصلوش حتى لهاد الحوايج هادو، ما نوصلوش لهم. ثاني حاجة وحدة اللي كان بغي يضربو وزلق، انا راه العتاب ديالي على المترجي، لانه جوه مشاريع فرص ماشي فرص. غادي نهضروا على هاد اللاعبين جدا بواحد الاستهتار كبير، وكنظن ان الناهيري مدافع ايسر قبل ما يكون شي حاجه اخرى. واخا غادي نهضروا على هاد على بلاعب حنا على العموم خويا كريم، فكنظن ان لا ما كناش نقدروا نتوقعوا اكثر من الوداد، لانه العامل البدني كان ضدنا. وكتبقى على العموم نقطه ايجابيه، يعني دابا جبنا نقطه، باقي لينا اربعه باش نحسموا اللقب، وهادشي بغض النظر على نتائج الخصوم. يعني فاحنا كنظن اننا الوضع ليس كارثي، الوضع حنا باقيين متحكمين في الامور، وزعما لقاء عادي ونتيجه عاديه. واخا لقاء عادي نتيجه عاديه، تعادل ايجابي. واخا نمشيو عند السي محسن، ما رايك في المقابله ديال البارح الجيش الوداد 1-1؟ هو اخويا كريم، كنظن ان فريق الوداد ضيع فوز اللي كان في المتناول، لانه كان منتصر حتى الدقيقه تقريبا 92 93 باش جاب ضربه الجزاء. فتنظن بالنسبه للمجريات ديال المقابله، البونفرتي كان ذكي، لعب بواحد الخطه اللي صراحه ما بغاش يعرق اللاعبين ديالو،
فشلنا انه قلب، ولو ان ربما الوداد ما كانش هذاك الدفاع اللي تنعرفوه كما العاده، لان ربما الاشياء هضر على سيونس العاية والسفر الطويل وداك الشيء، فكان صعيب انك تغامر باللاعبين في البريسينغ عالي في هذه المقابله، لان اللي خصنا نعرفوا اخوي كريم هو مع ذاك ربما ذاك العياء احيانا كيكون كيسهل باش اللاعب باش يتسبب في اصابات اللاعبين، لان ملي كيكونوا العضلات ديالك عيانين او لكن واحد الضغط اللي كبير عليهم بسبب العياء فتكون معرض للاصابه بدرجه اكثر، فتنظن ان البنزرتي ربما عرف هذه النقطه. وحتى مساله اخرى خويا كريم اللي ربما اتضحت في هذه المقابله واللي كنت ربما اشرت لها في كثير من المرات السابقه هي القضيه ديال التدوير ديال اللاعبين، وكنت قلت ان البنزرتي لو شحال هذيك كيدير هذيك القضيه ديال التدوير راه غيكونوا نتائج سلبيه، يعني دونك البنزرتي كان على حق اللي ما كانش كيدير التدوير، لان البنتوش عنده ما عندوش العامه باش غيدير هذاك التدوير. هذه مساله، لان شنا البارح سجل اللاعبين الرقميين اللي كاينين، لان ما يمكنش ما عندكش باش غتعوضهم. اللاعبين صراحه جراو الماتش، ضغطوا الوقيته اللي كتكون عندهم البالون كيضغطوا بطريقه اللي ذكيه، وشناهم انهم في البدايه ديال المقابله كانوا واحد جوج فرص اللي كانوا يتماركاو، والفرصه الثالثه جات ضربه جزاء اللي كانت لا غبار عليها مشروعه، ماركات الوداد، وشنا مع ذلك ان اللاعبين وحتى المدرب جرى الماتش بذكاء، ما كانش خطوره على المرمى ديال الوداد. الشوط الثاني ربما السي البنزرتي شاف بان اللاعب وليد الترشي كيتعرض ربما لتدخلات شويه عنيفه، خاصه رشنا قص نقص اللي زاد عنده الصوت ينقص، راه كنسمعوا شنا خويا كريم ربما اللي دار واحد لو تاكل على الكرسي اللي كان شويه صعيب. شنا ربما تدخل ديال الرحمه فلاش في ديال السعيدي، على كل ربما كان الاهم هو تفادي الاصابه. اللي بغيت نقول لك اخويا كريم هو ان المدرب صراحه جرى اللاعبين، عرفوا يجريوا الماتش ديالهم، ولكن ربما المدرب ان حيد اللاعب الكرسي باش يحتفظ عليه، وكذلك انا كنت معاه في هذاك التغيير لانك كنتمنى انه يحيد الكرسي، وكذلك اللاعب الحداد باش ما يتصابوش، لانهم داروا مجهود كبير والعام كانوا ما كيلعبوا، حتى في المقابله كان داروا واحد الفوضي كبير فباش نحتفظوا عليهم، ولكن للاسف كنرجعوا لبونتوش اخويا كريم، فمن تدخلتي اللاعب الحسوني اللي كنت كنقولها ديما راه ضعيف لا ريكيبيراسيون، وملي كتلعبوا في الميليو كيولي ضعيف، زاد الدخول ديال اللاعب المترجم زاد طينا بله، لان ولات لا ديفونس ديال لادفيرسير ولاو كيبنيو على خطرهم، الميليو خطاوي، جاو كرات اللي سهله، وانا اللي تنستغرب في اللاعب المترجم، انا ما تنعرفوش علاش اخويا كريم تيدير الكونترول في المنطقه ديال الجزاء. وانت المترجم قصه غرام مع المترجم، لان مني بدا الموسم وفعلا يعني كتقول مترجي ان هاد لي ديفو ما بغاوش يتصلحوا. المهم حنا كما حنا كنهضروا غير على المقابله كيفاش شفناها، يعني هاد لي كريتيك وهاد المسائل هادو ممكن نهايه الموسم غادي نهضروا فيهم بتدقيق، ولكن غير من ناحيه المقابله يقدر المقابله يكون فيها اليوم مزيان، هذا كنهضروا غير على البيرفورمانس ديالو يوم المقابله. اذا انت بالنسبه لك المترجي باقي ايغال الوي ميم كما كيقولوا. لا خويا كريم، انا غير اللي بغيت نبين دابا الميساج اللي بغيت انا ربما نوصل لواحد الفئه من الجماهير اخويا كريم، هو ان ربما بابا طوندي هو احسن سيئين في البوست ديال افون سونتر، يعني بابا طوندي راه ناقص وداكشي، ولكن احسن واحد اللي تقدر دير في هذاك لو بوست راه هو بابا طوندي، لان شنا جيبور ربما كيطيح بوحدو، كتوصل ملي كتجي الكره كيطيح بوحدو، وشنا غير لاعب اللي صراحه انا نشوف خويا كريم، انا اللاعب جيبور باش نكون واضح معاك، ملي انت حتى في البطوله مع الوداد انا صراحه ما كانش كيعجبني، شفتو في اول مقابله غير لعبها مع الوداد، وكانت وعلى ما اتذكر كان ضد الماس، وكان دخل كشونجمون، ملي دخل بان لي دار واحد الصوت واحد الكره اللي اللاعب غيضربها براسو مشات تشعر بحال سهل عليه عطاه كوفا، ولا ما حتى لي فوت راه كيديرهم، ولا ما حتى اخويا كريم اي ديفونسور وحلات فيه الكره باش يشتها ولا باش يبعدها كيجي يجيبو كيدفعو كيعطي كوفرة بحال كيقول لي وضرب واحد الطالون زوين في بريمير ميت اش بغيتي؟ لا شو خويا كريم المستوى ديالو ضعيف،
فتنظن انا بالنسبه للبنزرتي راه معذور ملي كيلعب بابا طوندي، لان بابا طوندي على الاقل كيقدر يدير لك غوميز، كيقدر يكبر البالون ديالو، كيقدر عكس ربما المتارش جيو جيبول اللي كتدخلهم. اولا كتولي بحال لاعب ناقص، لان لاعبين اللي ما عندهمش امبوا لي ديفونسور اخويا كريم، ملي تيشوفوا لعاب اللي واقف حداهم ومهاجم اللي ربما ما كيديرونجيهمش يعني كيلعبوا بواحد الثقه اكبر، كيخرجوا كره العكس كيولي الضغط عليك انت اكثر. وفعلا هذا الشيء اللي كيوقع مع اللاعب المترجي ومع اللاعب جيبور، ما كيلعبوا كافون سونتر يعني كيوليو بحال واقفين، وبحال المدافعين شايفين في راسهم ان دوك اللاعبين ولاو يجيهم الكره راه ما غايديروش بها شي حاجه. على كل اخويا كريم انا غير اللي بغيت نرجع هو ان هذوك الكرات اللي جاو المترجي جوج كرات كان بلمسه وحده يضربهم غير يضربهم كانوا غيتماركا، وهذه غير باش نرجع لواحد النقطه اخرى. هو في الماتش ديال صن داونز في لقاء الذهب ربما كلشي شاف اللاعب اوكشي كل هذيك الكره اللي ضيع، ولكن الناس ما ردتش البال بان راه ربما كره بحال ضيع لاعب مترجي، لان اللاعب المترجي جات واحد البالون ضربات في العريضه ورجعت عنده عوض ما يضرب هي السقه في الشبكه، وبينه وبين الشبكه تقريبا واحد نص متر تقريبا، يعني يضرب هي السقه في الشبكه. سيد بغا يدير الكونترول وهربات وبدا تيتفتت. على كل اخويا كريم انا اللي تنظن رجع بالنسبه لضربه الجزاء، فتنظن ان ربما التدخل ديال داري لعب على البالون، ولكن كنظن على كل انا ما غن ربما غنلومش الحكام ولا ولو انه تردد وربما ضربه جزاء قاسيه كما قال سي يونس، ولكن انا كنلوم ربما السي المترجي اللي ضيع، وكذلك السي الحسوني اللي غادي هو وقف الكارو، والسي الناهيري اللي تا هو الدقيقه 92 وغادي تيهاجم، ومنين ضاعت الكره الاشكال هما اللاعبين بثلاثه ما داروش واحد جوج خطوات غير ربما يديروا بحال غيتبعوا اللعب باش يخليه ربما يدير ان ديكاجمون ولا يضيع الكره ولا يضرب جوج. بثلاثه وقفوا بقاو كيسينوا في الكارو ومشى هذاك لو كونتر اللي جاب هذاك ضربه الجزاء. وكنظن ان بالنسبه للاعب داري ربما حتى هذه فرصه، لان اللاعب باقي صغير ربما انه يستافد من هذه الكرات، راه بغض النظر بحال هذوك اللي طاك الاولى راه تعرف الحكام في افريقيا ولا في البطوله يعني حكام اللي المستوى ديالهم راه فهمتي، كاين حكام اللي متوسطين وكاين حكام مزيانين، غير هو من الاحسن الانسان بحال الكرات اللي بحال هكا يتفادى انه يدير ان تاكل وسط الكارو، لان اللاعب ممكن يموه الحكم. وتنظن اللاعب صعيب باش دير تاكل في ذاك الوقت، يعني تاكل في الكاري دائما عرف غيجبد عليك المشاكل. لا وفي هذيك اللقطه خويا كريم ان اللاعب ما يعني حتى اللي بغى يكونترولي الكره ولا غيضربها يعني انت قريب له، يعني ماشي يجي من مسافه بعيده باش دير تاكل. على كل فتنظن ان اللاعب داري لاعب لي بروجي ديال ان ديفونسور، ربما كتنقصوا بعض الاشياء دابا اللي كيستريون فراكي ياخذها، وحتى لا غولون فراكي كيتعلم. ونتمنوا ليه التوفيق السي كريم. هذاك الشيء اللي كاين، واخا نقراو بعض الميساج باش نشوفوا الراي ديال السي رشيد رفيق ابو ديال كيقول لك الوداد فازت بالبطوله 20 في البناني وهي نائمة على العشب، مي هاد نائبة على العشب قالوا على البارسا، وشفنا اش وقع ليها. من طبيعة الحال الوداد حسمات في البطولة، هذا لا نقاش، ولكن احنا غير بالنسبة للمونطاليتي ديال اللعاب كنعرفوا اللاعب المغربي يعني المونطاليتي ديالو باش توجدوا باش يكون لعب في واحد الماتش مع صن داونز في اعلى مستوى وكيرجع البطولة. انا كنت عارف بان مقابلة اللي ربحنا منها يعني ثلاث نقاط غتكون شي حاجة كبيرة، وكنت كنقول يا ربي غير ما يتبليسوش لك اللعابة، لان كما كنقول البطولة باقي عندنا فيها لي جوكر، والبطولة الحمد لله يعني ما بقى واحد اربعة النقاط يعني باش تفوز بها، ما كنظنش ان غادي تفلت الوداد. ولكن كنقول دائما بان اللاعب المغربي يعني باش يكون في لو توب وكيهبط لواحد المستوى، كل ما رفعتي يعني من المقابله كل ما كانت كبيره كل ما كتلقاه موجود، ولكن ملي كيعوض لو نيفو ديال البطوله وكيعرف راسو بانه فاز بالبطوله، يعني بقى لي واحد 3 ولا 4 نقاط باش هذا عارف بان غادي يكون. ولكن انا اللي كنت خايف منه كنت كنقول لي الله يحفظ غير الاصابات، هادشي اللي راه شفنا لونغاجمون ديال السي بالرحمه، هو ما دار والو في الماتش وكان غادي يهرس السعيدي بواحد الطاكل، ولكن الحمد لله بعدا غير ملي نقطه مزيانه، حنا كنا معولين على 3 نقطه مزيانه، ماتش كنظن كل ما كان الجمهور غادي تكون واحد 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 الاحساس اخر، ممكن الجمهور حتى هو غادي يساعد وغادي يدفع اللاعبين
باش يقوموا بمقابله احسن، ولكن اهم حاجه هما ما توعدوش لك، لان فان سيزون هذه عندنا مقابله اللي هي مهمه، هي نهايه العصبه مع الترجي اللي خصنا نكونوا فيها موجودين. واخا سي ستيفان كاميني ولكن لم يفز، خلينا نحترموا البرنامج. ما فهمتش. واسي ستيفان كاميني اش قرب احترام ديال البرنامج المقابله، لم يفوز. بطبيعه الحال حنا راه قلنا تعادل ايجابي، ولكن الوداد راه فلتت المقابله. باش نكونوا واقعيين، يعني راه الجيش راه حتى محاوله ما دارتها، يعني انا ما كنبغيش كاع نهضر على لي زاربيط، ولكن راه حتى محاوله ما دارتها، راه حتى لي بالاريط اللي كانت الجيش حتى هي كتستافد منهم بالرحمه ولاعبين اخرين، راه حتى لي بالاريط لي كوفر مون كادريج ديال بالرحمه، يعني هاد الحوايج هادو راه الوداد لعبات باقل ما يمكن، وكانت غتاخذ 3 بوان. راه هذا هو هادشي اللي بغينا نتاو، حنا كنحلوا غير المقابله، اما يعني حوايج اخرين. الوداد راه شامبيون شحال هادي، المهم ما كنهضروش على هادشي، غير حنا خصنا مني نوصلوا نلعبوا الفينال مع الترجي نكونوا يعني بالمورال ديالنا يكون طالع. واخا نشوفوا يوسف الودادي، الوداد مستهدفه، لا ماشي مستهدفه، المهم الوداد تماركيها، ما كاينش اللي غادي يحيدها لك. سيونس معانا، يوسف كيقول لك الودادي، واخا مبارك. واخا نمشيو عند السي رشيد نشوفوا الراي ديال السي رشيد. السي رشيد، ما رايك في التعادل الايجابي؟ وباش نحطوا نحطوا الامور في نصابها الصحيح، الوداد والجيش هو كلاسيكو، والكلاسيكو ما تتوقعش النتيجه ديالو، كانوا عده عوامل كما تكلم يونس على السفر اللي كان مع سان داونز، والمسافه اللي قطعوا الفريق في واحد الظرف محدد، العاية اللاعبين رجعوا ما خداوش ذاك الوقت الكافي باش انهم يردوا اللياقه البدنيه، فنتيجه التعادل بالنسبه لي انا منطقيه، رغم انه كان بالاحسن كان 3 نقاط قريبه للوداد. ما غندخلش في حيثيه التحكيم لاننا تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، تكلمنا على الاخطاء، لو كان فقط عطاونا هاد الناس غير حقنا كنا غادي على الاقل غنكونوا واصلين لدابا واحد 62 نقطه، فرفزنا ببطوله من الدوره 24، ولكن الحمد لله ما حتى حاجه ما ضاعت، فكيبقى ان الاحسن شيء في هذا اللقاء ان اللاعبين خرجوا بلا اصابات، ان ما كاينش اصابات، رغم بعد التدخلات الخشينه لواحد اللاعبين من الجيش الملكي اللي كانوا التدخلات ديالهم خشينه بزاف. يحز في النفس السي كريم اننا كنشوفوا فريق الجيش الملكي وصل لهذا المستوى من بعد اللي كان كينافس على الالقاب، ولا يبحث انه يهرب من المنطقه المؤديه للنزول. فكيف ما قلتي راه الوداد حاليا في الطريق الصحيح، لعب باقل مجهود، فامامه 4 نقاط باش يحسم اللقب. الاهم في هذا ان اللاعبين خرجوا غير مصابين، وكيف ما قال محسن ان راه شفنا اشرف داري في واحد الخطا اللي كان ارتكبه ضد اتحاد طنجه، وجاب منه الهدف اللي هزمت منه الوداد، فمن ثم ما بقاش كيرتكب هذا الخطا، ونتمنى انه هذا الخطا اللي دار في اللقاء ديال الجيش ما يتكررش، بغض النظر واش ضربه جزاء صحيحه ولا ماشي حق، فكنقول ان هذا الخطا ما لازمش يتكرر. علاش؟ لان غطيح في واحد الحكم في افريقيا، شي حكم يقدر يبحث على اي وسيله باش انه يسيف لي ضربه جزاء، فما يعطيش الفرصه. اللاعبين خاصهم يبقاو مركزين حتى يسيف لي الحكم. اللي عصبني انا هو المبالغه في اللاعب الاستعراضي، لمسه هو يلعبوا الكره للامام، كيبقاو يلعبوا فيها كره عرضيه في الوسط، وهذا الشيء ما كنتحفظوش انا، وهذا الشيء راه حتى المنظر ديال شفنا بوتوش كيغوت على اللاعبين، لعب كره الامام، المترجي خاصو يركز، ما يبقاش يحاول يقلب على الكره الثانيه، فالكره باقا جايه خاصو يلصقها في الشبكه من محاوله واحده، ما يتسناش تيبلوكيها عادي يعطيها. هذا ضيق علينا هدف ضد سان داونز، ضربات كره في العريضه ورجعت عنده، بغى يبلوك مشات، لو كان ضرب مباشره غتكون الشبكه، نفس الامر امام جيش الملاكين، ونفس الخطا ارتكب جيبوه.
هاد الاخطاء لازم يتعلموا منهم اللاعبين، وان شاء الله الوداد راه في طريق صحيح باش دير النجمه الثانيه والبطوله 20 ان شاء الله. هذا هو المهم. الحمد لله بعدا كما كيقولوا خدينا نقيطات في الشتاء، هذا هو المهم، انك خديتي نقطه الجيش اللي كانت مدخله، وخديتي قدرتي تاخذ نقطه من قلب يعني الرباط، فهو نتيجه ايجابيه كما بغى يكون الحال. واخا الجيش راه سنين هذه ما قدرت تربح الوداد، السي كاميني، اذا الجيش يعني راه تعاني، ماشي اول مقابله، ولكن سنين هذه الجيش كتعاني مع الوداد. اذا ندوزو الى بقى شي حاجه اخرى بالنسبه لهذا الماتش، وذاك احنا غير قراءه يعني خفيفه ظريفه كما كيقولوا بالنسبه للمقابله ديال البارح، ولكن نقطه احسن من لا شيء. سيونس عالي كيقول لك ضيعنا 3 بوين، وضعتنا غير 2 بوين لان نقطه تعادل يعني بالنسبه للوداد اللي قدرت تخرج منها. كما قلنا الاصابات هي اللي ما كناش كان هذا، انا نفضل ناخذوا 1 بوين ونخرجوا بتعادل، ولا ناخذوا 3 بوين وتقوموا اعتيرك جوج لعابه. اذا هذا انا رايي انايا، غادي نصلحوا بعض الاغلاط. كما قال سيونس الرحله كانت طويله وكانوا بزاف المسائل، وكما قلت انايا اكثر من رحله هو ملي كتلعب في واحد المستوى عالي وكترجع للبطوله، اللاعب المغربي دائما التفكير ديالو بان وهذه غير البطوله وادينا البطوله، صافي سالات البطوله، الدنيا هانيه ما كاينش مشكل، ولكن يكون على يقين هاد اللعابه اللي شفتو ملي غيكونوا يعني في النيفو ديال الترجي غادي تكون هضره اخرى، وغتقول علاش ما لعبوش دائما، علاش ما كيلعبوش دائما هكا. واخا المهم ندوزو للمحور الثاني، وناجم ومناف. سمعنا وناجم عاد اليوم استانف التدريب، ممكن تدريب خصوا ليه واحد البروغرام يعني سبيسيفيك بالنسبه للاوناجم، من يعني باش يحاولوا يكون موجود بالنسبه للمقابله ديال الترجي. واخا اشنو ظهر لكم بالنسبه للقضيه؟ الا كان شي اخبار بالنسبه للاوناجم سيونس؟ انا اخر ما سمعت يعني على حسب المعلومات ديالي، الاصابه ديال المهاجم تعتمد بشكل كبير على كما كنقولوا لي سونساسيون ديالو، زعما هو كيفاش كيحس براسو، لانه زعما طبقا للتحاليل الطبيه سوغ لو بلون راديولوجيك سوغ لاسبي راديولوجيك، زعما لاسبي اوسيو ارتيكولار ديالو انتاكت، يعني انه سليم بالتحاليل وبدوك التصاور هذا، ولكن كيعاني من بعض الالام، هادشي اللي خلى الطاقم الطبي انه ما يغامرش به. ولكن بحال هاد الاصابات كيبغيو كيف ما قلت سابقا، الواحد خاصو يشوف لو توشي دو بال ديال اللاعب، لي زاكسيليراسيون ديالو، لي سونساسيون، يدير شويه ديال الرونفورسمون موسكولير، لا بروبريوسيبسيون، يعني هاد واحد على ما تقول واحد التمارين رياضيه وعباره على ترويض للحركات ديال اللاعب، ومن ثم كيمكن انك تهيئه في وقت اقل الى تبعتي شويه ديال العلاجات الطبيعيه، يعني لا فيزيوثيرابي كنظن انها هي الحل باش ان ونجم يرجع ان شاء الله في اقرب الاجل، ولكن على حساب مادام ما كيكونش يعني واحد المعطيات كاينين في الراديو ولا في اليرم، فكنظن ان الاصابه ما كتكونش بالغه بداك الشكل الكبير. بطبيعه الحال واخا سي واحد الاخ ديالنا حافظ فقال لك تخسروا مع بركان، كيهضر على الوداد تخسروا مع بركان وحنا نربحوا نديو البطوله الرجاء العالم، والسي حافظ اللي كيحسب بوحدو كيشيط ليه، واش تكر عارف بان البطوله تحسمات ولا باقي؟ راه باقى 16 نقطه قبل من هذا الماتش ديال الجيش، كانت باقى 16 نقطه في الطابله، الوداد خاص 4 النقاط هي اللي خاصه. اذا دير عمليه حسابيه وغادي يكون عندك الجواب. البطوله
البطوله مشات مني بالنسبه للرجاء، البطوله مشات مني دار التعادل مع في الديربي، يعني غير باش نزيدوك المعلومه. وهذا ماشي الموضوع ديالنا، حنا كنهضروا كنديروا تقييم المقابله بمقابله. الوداد كتلعب مقابله بمقابله، والوداد غير تهنى اللي بغى يمشي يطبع تريك تونيات فيهم جوج نجمات، غير حنا كنتسناو غير واش غدير النجمه الثالثه ديال الشامبيون ليغ باش نطبعوا ولا لا. اما في درب غلف راه بداو كيطبعوا جوج نجمات، اذا ما كاينش مشكل، غير كيتسناو واش يطبعوا الثالثه ولا لا. اذا نمشيو يا خويا كريم. نعم سيدي. يعني الطموح ديالو كيحلم حقو هذاك، ممكن حتى واحد لا الحلم الا كنتي غتحلم في يعني بالنسبه للتنقيط ما كاينش مشكل. انا بالنسبه ليا من حقو هذاك. لا احلام اخويا، احلام مع راسك اخويا، احلام اخويا مع راسك. تشجع شي فرقه راه تيحلم وصافي خليه يحلم، ماشي مشكل. حنا ما حنا غنوضحوا، لان كاين بزاف الناس عندهم بعض الناس كيكون عندهم مغالطات وكيغلطوا. ان كاين حسب قبل من هذا الماتش هذا كانت 16 نقطه في الطابله، الوداد خسر 4. انت حسبها كيما بغيتي تحسبها، يعني كيما بغيت، من غير الا ما الوداد ما غادي تربح حتى ماتش من هنا. راه باقي عندها ماتش روطار ضد خريبكا، اذا من غير الا ما الوداد ما غتربح حتى ماتش، اذا تستاهل الرجاء دير بطوله. الا الوداد ما ربح حتى ماتش من دابا حتى الاخر، ما تستاهلش دير بطوله. اذا انا هذا هو الحساب اللي هكا كنحسب، ما كنحسبش شحال من نقطه باقا، كنحسب شحال من نقطه باقي للخصم. نعم سيدي. هو خويا كريم اشتر ببطوله ان شاء الله، ممكن نهار الخميس تحسن. علاش؟ لان الوداد غتلعب نهار الاثنين مع النهضه البركانيه، غتدخل الخميس غتدخل اولمبيك خريبكا، يعني نفترضوا كاع الا تعادلت مع بركان والخميس ربحات، لان الماتش عندها مدخلات، فغدير بطوله. نفترضوا كاع ربما الى ما داتهاش مثلا نهار الخميس، راه ما ننساوش ان فريق الوداد راه غيدخل عاوتاني طنجه وغيخرج عند الكوكب، يعني عندك 12 نقطه، عندك 4 المقابلات منهم 4 النقاط، يعني خصك انتصار وتعادل. هادشي اللي كاين، بقى 4 النقاط. شي هو خويا كريم، المساله ديال البطوله مساله وقت، وكنظن ربما ان شاء الله نهار الخميس راه غتحسن الامور، لان الوداديين دابا ما تيفكروش تيفكروا غير يحسنوا البطوله في اقرب وقت باش يركزوا على العصبه. هذا هو الشغل الشاغل ديال الوداديين. اما خويا كريم بالنسبه للمساله ديال النجم، فتنظن ان اللاعب ربما ان التشخيص الاول ديالو راه كان ان الطبيب راه قال بان النجم راه غيغيب لمده شهر، لان كان قال الاصابه اللي تعرض لها راه اصابه قويه وهذا الشيء، غير هو ربما كان هنالك واحد النوع من التمويه من المسؤولين وكذلك الاطار التقني ديال فريق الوداد، لان ربما الظرفيه اللي كانت هذيك الوقيته كانت تستدعي بان ما نكشفوش الاوراق ديالنا. فخلينا ان كان ماتش ديال الديربي وكان ماتش ديال سان داونز، وكان ربما انك تخلي هذوك الانديه ما يعرفوش النجم المحدد واش غيكونوا ولا ما غيكونوش، لانهم كيضربوا لهم الف حساب، لان الى عرفوا النجم كاين راه ربما ممكن انهم ربما لو سيستيم دو جو انه يتبدل، يقدروا ما يغامروش هجوميا لان كيعرفوا القوه ديال النجم، الى عرفوه ما كاينش عاوتاني ممكن يغامروا، يعني ربما هذيك استراتيجيه من فريق الوداد ولا من الطاقم التقني باش انه ربما يموه الفريق، خاصه الفريق ديال سان داونز اللي كانت عندنا مع مقابله اللي صعيبه. فتنظن ان بالنسبه للنجم راه كان تعطى شهر، يعني الى جينا نحسبوا من هذيك الوقيته لدابا راه تقريبا شهر مازال ما وصلش، ودابا هو في مرحله هذا في مرحله ديال الترويض مع مناف، دونك راه غياخذ البروغرام ديالو، ونتمنى ان شاء الله غير اللي كنتمناو انه يوجد ان شاء الله قبل المقابله ديال الفينال، ولكن يدير شي ماتش في رجليه، لان غادي شويه صعيبه ان تجي مباشره وتدخل المقابله النهائيه، فهمتيني؟ فاللي كنتمنى ان شاء الله ان الامور تيسر وداك الشيء. ومساله اخرى، هو حنا في المغرب اخويا كريم المشكل اللي كاين هو حتى الطب الرياضي شويه حنا ربما ما عرفتش واش ربما هنالك نقص ولا شي حاجه، لان حتى ملي كيعطيو احيانا ملي كنعطيو واحد بغض النظر ماشي الحاله ديال النجم، حاله ديال لاعبين كتاب ما كنعطيوش دي دات بريسيز، يعني ملي تنقول لك هذا اللاعب مثلا الاصابه ديالو نهار مثلا 16 في الشهر الجاي ولا من هنا نهار 15 غيكون واجد،
غيكون صافي، غيكون يعني ديفينيتيفمون غيكون واجد، ما كاينش هذا الشيء. حنا كنشوفوا هذا الشيء في اوروبا وداكشي، فتنتمنى تنتمنى ان المغرب خاص يكون هناك تطور. ربما واش مشكل ديال الكفاءه ولا ديال وسائل؟ لا ماشي مشكل ديال الكفاءه، بعض المرات حتى الجمهور حتى هو كيلعب دور، الجمهور حتى هو كيكون ما كيبغيش يسمع ملي كتقول ليه لعاب شهر شهر ونص، كيقول لك يعني انا كنظن كون كانت نهايه الموسم حتى قلتي للجمهور قلتي لي شهر ونص ما غيكونش وناجم، وكيقول لك الدنيا هانيه ديبي يعني بدايه الموسم غادي يكون. ولكن حنا كنا عارفين وقلنا بان يعني تال بنزرتي صرح بها بان 20 يوم عند كريم. نعم سيدي كريم خويا، ممكن حتى المساله ديال الكفاءه، نقول لك علاش. الا 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 تذكرتي غير هذاك اللاعب ديال المنتخب النصيري فاش كان تصاب، راه كان الدكتور هيفتي قال لك هذا غيغيب لمده 3 شهور ولا بعد شحال، وفي الاخر شفنا في مده قصيره رجع في الفريق ديالو. اللاعب الحفيظي بين تصاب، الطبيب ديال الراجل قال لهم هذا راه اصابه بسيطه وهذاك الشيء، ومن حسن الصدف ان اللاعب تصاب في قطر، كون ما تصابش في قطر كون راه كيلعب بهذوك لي كامو كروازي اللي مقيوسين ليه وهذاك الشيء اللي ربما كان عنده قطع او لا في الرباط السليمي، كون راه كيلعب فيه كيلعب البطوله بها. راه هنالك اخويا كريم، انا على كل حال ما تنقصش من الكفاءه ديال البطوله، ولكن كنظن ربما خاص ربما يديروا دي فورماسيون في اوروب وداك الشيء، يبقاو يعني الانسان يواكب باش يكونوا، لان انا كنظن هنالك مشكل. وما ننساش واحد القضيه اخرى اخويا كريم، انا نقدر نقول لك انا سبب تراجع الحداد اللي ما دارش واحد يعني اللي ما مشاش احترف في اوروب بسبب العمليه اللي دارتو على الركبه ديالو اخويا كريم، لان الحداد انا تنعرف لي كاليتي ديالو وداك الشيء منين بدا، لان الحداد غير باش الناس تعرف اخويا كريم، راه ماشي لاعب هو ديال الحسنيه، راه كان لاعب في كندون ديال الطاس، ولكن هو ولد مدرسه الوداد، في مدرسه ديال الوداد ومشى للطاس، ومن الطاس مشى للحسنيه، غير الناس باش تعرف راه هذا الشيء علاش الحداد كيموت على الوداد. هذه هي معروفه ولد الوداد هو، راه باينه. والطاس راه الطاس فرقه ديالي، وراه قصه معروفه هذه السي محسن. باش نوضحوا اخويا كريم، راه هذاك الشيء علاش اللاعب كيموت على الود، راه بسبب هذيك العمليه اللي دارت اخويا كريم، ربما كنظن انا هذا رايي الشخصي، كنظن انها ما دارتش بطريقه مزيانه اللي خلات ان اللاعب بحال هذاك التناسق العضلي اللي بين ما براش مزيان، ما كانش في المستوى، ان دابا يلاه ربما بدات ترجع شويه وداك الشيء، ولكن كنظن انا ربما هذيك المساله ربما العمليه اللي داش ما داش، وهذه المساله راه مطروحه اخويا في العالم العربي اخويا كريم، عرفتي علاش؟ لان غير مؤخرا في واحد البرنامج شفت ناصر اخويا كريم لاعب اللي دات له عمليه كيلعب في الدوري المصري، دارها له طبيب مصري منين ديال ليغا مكروازي ديال هذا ديال الرباط الصليبي، ومنين مشى منين اللاعب دار العمليه واحد الشهر ومازال كيحس بالالم وكيشوف راسه ما كيبرى ما والو، مشى عاود دار فحوصات في المانيا، اش لقى اخويا كريم؟ قال له الطبيب اللي في المانيا قال له ان اللي دار لك العمليه راه غير هذاك الشيء غير رول لك هذاك الشيء، راه فهمتي دار لك مشكل، يعني خصك تعاود العمل، خصك دابا تعاود جوج العمليات، واضطر هذاك اللاعب المسكين يعاود دار عمليه وغيعاود عمليه عاوتاني، يعني جوج عمليات في المانيا باش تعرف. هنا اللي بغيت نقول لك، لان انا كنظن الانديه ديالنا وداك الشيء علاش لا ما تبقاش تستعين بهذا بالمصحات ولا بالمعروفه عالميا، كما راك كنشوفوا انديه كبيره اخويا كريم بحال دابا ولا البارسا ولا الريال ولا باريس سان جيرمان، راه كيكون طبيب اللي معروف ولا مصحه اللي معروفه، راه ما ماشي تضرب في بلاده صافي كدير له العمليه مثلا في اسبانيا. فكنظن هنا كيكون اختيار حسب لا تلا نعم سيدي، بما انكم كتهضروا في هذا الشيء ديال الطب فعندي واحد التدخل. اول شيء مده ديال الرجوع راه ما يمكنش تحسن فيها، راه صعيب بزاف انك تحسن فيها، لان كاين واحد المتغيرات فيزيولوجيه ديال الله سبحانه وتعالى، كل واحد كيفاش خلقوا الله، راه ما كاينش واحد زائد واحد تساوي اثنين. اما بالنسبه لسميتو دوك التشخيصات، راه كاين واحد لي كريتير محددين، راه ماشي شي حاجه، ماشي شي علم اللي ما كاينش، راه كتشد مثلا كتفيكسي واحد لي بوين كتجر القدام كيبان لك الركبه كتجي عندك صافي، راه لي غامون كروازي اونتيريور، زعما ماشي شي علم اللي ما كاينش، ما كيكون صعيب انك تدوز من حداه، ولا فاش كدير الراديو كتبان لك الشقه، يعني داكشي راه عنده دي كريتير ماشي عشوائي، راه داير بحال العمليات الحسابيه ديال لي ماك، العظم مشقوق من لهنا وانت كتشوف الضربه كيفاش طاح وكتحاول تخيل فين غيكون الالم، لي رام كذلك هو مثال، يعني هذاك الشيء راه كاين وسائل، وانا ما كنظنش انه مشكل ديال الكفاءه،
يمكن مشكل ديال العقليات اول حاجه، لان انا كنظن ان الكفاءه لا تقل، ولكن كيكون ضغوطات ديال المدربين. وانا راه شي اللي قلت ضغط المدربين والجمهور. واحد الدوره تكوينيه كنت درت واحد الدوره تكوينيه وتلاقيت مع بعض الاخوان، فكان كانوا كيهضروا بدينا كنهضروا على هذا المشكل هذا. قال لي ان بعض المرات تيكون الضغط ديال المدرب وبعض المرات ديال المسير، والمسير راك عارف هو لعب ليا والباترون تيقول لي هذاك اللاعب خاصو يلعب، شوف دير لي ديزاين ديال الطابل، شوف دير لي داكشي براوات ضرب لي البراوات ضرب لي معروف هادشي. وراه شوف راه ناكد لك شي، راه تمشي دابا تقلب في البطوله الوطنيه غتلقى واحد 15% ديال اللاعبين لاعبين غير ديزانجيكتابل، ومنهم لاعبين في الوداد وفي الرجاء. صعيب صعيب هادشي 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 معروف هادشي هادشي معروف حتى لا كارير ديالو. علاش كنشوفوا حتى اللعاب بعض المرات لا كارير ديالو ما كتبروغريسيش ولا كيوصل لواحد المستوى كيوقف، لان صافي يعني هذاك الشيء اللي كان كيضرب ولا هذا باش يبقى واقف ولا باش يلعب ولا هذا. ما المهم هذا موضوع اخر ما بغيناش. باش نقول لك بعض المرات في دعاء خاصك تجلس 6 سيمانات. واش كاين شي مدرب غيخليك تجلس ليه لعاب كل 6 سيمانات؟ 6 سيمانات صفر مشات بطوله غير حوايج وغيزيد اكزاكتومون بحالو. فبالتالي يعني الامور في المغرب شويه متداخله وشويه متشابكه. واخا تحيه لسي انس طاهري اللي معنا، تحيه لسي كريم والضيوف الكرام، هذو راه مالين الدار، انا اللي ضيف. سي محسن اش عندك شي اضافه؟ هو اخويا كان بغي باختصار اللي بغيت نقول سيوف، راه غير من راه التشخيص ممكن يقول ممكن نقدر نتفق معه الى حد ما انه راه ممكن كاينين وسائل وهذا الشيء، ولكن ما تنساش راه هذا هذيك لي زوبيراسيون هذيك لا كاليتي ديال لوبيراسيون وداك الشيء راه متعلقه بالكفاءه ديال هذاك الطبيب. راه علاش دابا خويا يونس مثلا لاعب اللي كيكون نجم او كيتصاب وكيمشي يدير العمليه عند الطبيب اللي مختص مثلا في فرنسا، هو الصف الايطالي وكيدير مثلا في فرنسا ولا مثلا في هذيك الاكاديميه ديال هذاك المصحه ديال السبيطار او اللي في قطر السبيطار، يعني راه كيختاروا. وهذا المشكل اللي قلت لك اخويا يونس راه وقع غير مؤخرا في مصر، غير دابا تقريبا غير شهر باش سمعت القصه ديال هذا اللاعب مباشره، راه كانت في قناه مصريه. لان علاش؟ لان اخويا يونس راه ممكن، لان بحال هذه العمليات معقده، فاذا كان الطبيب اللي عنده واحد التجربه كبيره وكفاءه عاليه راه غتكون النجاح ديال العمليه تيكون بنسبه اكبر. اذا كان طبيب اللي ربما الكفاءه تغيب ولا شحال، وفي اي ميدان اخويا يونس راه كتكون يعني كيكونوا دي دوغري، يعني كنلقاو مثلا هذا مثلا واحد الدومين كنلقاو ناس اكفاء مثلا، وكنلقاو شويه ناس اللي قل منهم وناس اللي قل منهم. هادشي راه زعما واسي محسن، والناس الكفاء راه خصك تخلصهم، راه ما يمكنش غتجيب فرملي، راه ما يمكنش تجيب فرملي مع احترامنا لنا الناس اللي في القطاع الصحه وتقول ليه دير لي العمل ديال الطبيب. يعني راه حنا كنعرفوا يعني حتى المسير ملي كتجي كيقول لك واحد وتعاون معنا وهذه، راه هذا هو المشكل اللي كاين. انت باغي تجيب واحد 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 طبيب في المستوى العالي، ولكن راه خصك تدفع عليه، خصك تخلصه. نعم سيدي، شنو المشكل في المغرب؟ هو اننا اناس لا نحب العلم، ما كنبغيوش شي حاجه سميتها العلم، حنا باقيين خدامين داكشي ديال الجبيره وداكشي ديال سير دي غير تمسد ليك وتريني في البحر راه شوفي غتقاد. راه هادي واحد الثقافه سائده حتى عند اللعابه، كتلقى السيد عنده ان ليغامون خاصو يمشي يريح في دارو غادي كيدير هاد الامور، فهو نقاش علمي ونقاش اكاديمي ما بين خاصو يكون ما بين الاطر الطبيه اللي مكونه في المجال الرياضي وما بين المدربين وما بين الرؤساء. لان اون بريز اون شارج ديال سبورتيف راه تختلف كثيرا عن اون بريز اون شارج ديال انسان عادي. يعني هذاك لو ليغامون انت اللي غادي تحاول انك تعاود تريباريه، كتريباريه باش يمشي يعاود ياكل العصا، راه ماشي بحال واحد عادي انسان كتقول ليه صافي تكيس على راسك الدروج نقص منهم وهذا وهذا. وبالتالي حنا مثلا كنشدوا رياضي كنمشيو نديو عند ان تروماتولوج عادي ياك، وهو تي اوبيري على حساب وتيخرج لي ان بروغرام على حساب هذاك الشيء. فالناس خاصهم يكونوا مكونين. دابا راه حنا في راك عارف اخويا كريم تماك راه عندكم الام بي اي والان اف ال، يعني غير كبريات
لي زيفينمون سبورتيف في العالم راه كيحسبوا كل حاجه بالسنتيمتر. طبيعة هذا الحال الشخصيه سي اون سيونس اكزاكت، شخصيه لا ميديسين سبورتيف دابا راه سي اون سيونس اكزاكت، راه ما يمكنش. يعني لا لا شوف انا ملي كي لعاب ديال البيسبول، ملي كتشوف لا سيزون ديال البيسبول في الميريكان، لعاب لا سيزون ديال البيسبول باش نعطيو غير معلومه فيها 160 ماتش، كل فريق كيلعب 160 ماتش، دير لها انت الحساب ديالها يعني باش كتعرف. اذا انت اللي غتضيع، الا غتضيع واحد اللعاب ولا هذا، ملي كيقول لك راه غادي يمشي يعني 3 شهور، صافي دي غادي يمشي 3 شهور، غيمشي شهر، غيمشي شهر، يعني ما يمكنش يقول لك واه غنشوفوا وبلاتي نشوفوا نشخصوا هاد الاصابه ولا من الطيحه غير من الضربه كيعرف كيقول لك هذه القد والقد. واخا هذا موضوع اللي هو كبير، حلينا غير القوس باش 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 نهضروا فيه شويه، ولكن غنخصوا ليه ان شاء الله شي حلقه ديال البوليميك ان شاء الله، غير باش نذكروا الاخوان حلقه ديال البوليميك غادي تكون نهايه رمضان. رمضان كنعرفوا يعني الطقوس ديالو، كنعرفوا الاخوان والناس يعني خوتنا المغاربه بعد التراويح يعني ما كيبقاش الوقت باش نديرو بزاف الحوايج، ولكن كان غير نستغلوا الفرصه باش نديرو برامج الرجاء، برامج على الوداد. يعني الوداد بطبيعه الحال غادي تلعب تشامبيون ليغ، ولكن كنحاولوا ما امكن ان كل نهار ان شاء الله نديرو لايف. اوكي بغينا نسلموا على الاستاذ ديالنا بروفيسور محمد بن ابراهيم، شامبيون دافريك في الملاكمه. بون شانس بون شانس بور لو ويداد سا فينال كونتخ تارجي، جو بونس كو البنزرتي اوغاكم سوغا كومون باتخ ليسبيرونس. رمضان كريم وكريم واخا استاذي بن ابراهيم، هذا الاستاذ ديالي ديال الرياضه اللي كنوجهوا ليه التحيه، وجميع الاساتذه ديالنا اللي استفدنا منه كثير وهما اللي حبونا في الرياضات. وهذا استاذ كان بريباراتور فيزيك في الرجاء، وكان حتى في كره السله شامبيون دافريك في لا بوكس، شامبيون ديال المغرب العربي ديال العرب. اذا بطل كبير، كنوجهوا ليه التحيه اللي متبعنا. السي نور الدين هو كيقول لك اناجم حاضر ان شاء الله في مباراه النهائي عصبه الابطال ذهابا وايابا. مرحبا سي كاميني ستيفان، كيقول لك سي كريم اخبار عن عوده الاوني المصاب وحارس الرامي جعيدي، ونشوفوا غادي نحن يدبروا راسهم هذوك راه التوانسه راه بداو كي يعني كي كيستغلوا المنابر ديالهم، الصحافه تاهما بداو كيلعبوا داك اللعب ديال الدراري الصغار. اذا نحن والحمد لله عندنا الصحفيين في المستوى اللي لهم بالمرصاد، واي صغيره واي كبيره كيتهلاو فيهم. اذا كنحيوا الصحافه ديالنا المغربيه حتى هي، الا تعطاتها الفرصه وعطاتها الادوات ديال 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 الخدمه كيبينوا على المستوى ديالهم. سي هشام، شي هشام المفتي كيقول لك لا ميديسين ني اون سيونس اكزاكت يا خاي، سي با اون سيونس اكزاكت سي با ني با اون سيونس ني با. كنظن انا في هذا الوقت هذا اتفق معه الى حد ما، هو ما كنظنش بان لا ميديسين سي اون سيونس اكزاكت. دابا راه مشكله الا كنتي غدير واحد الحاجه وما غاديش تكون تيق منها ولا ماشي اكزاكت، راه مشكل. هذا لا يعني انك تمارس الدجل، ولكن لان راه كيف ما قلت لك اخويا امين اخويا كريم، راه الامور مختلفه، راه ذات ماشي بحال ذات. كتقدر الانسان تعطي واحد العلاج يستجب ليه، اخر كتعطي علاج ما كيستجبش ليه، نفس الامراض نفس الاعراض نفس كل شيء. داكشي كنقولوا حنا سي با اون سيونس اكزاكت. مثلا كدير اون اوبيراسيون ماشي 100% غتنجح، ولو يكون الجيست ديالك بارفي، الجيست درتيه كما كاين في الكتوبه تقدر ما تنجحش. داكشي علاش نقولوا هذه القضيه هذه، ماشي بحال الماط ماط واحد زائد واحد ديما غتساوي جوج، صح ديما دائما وابدا. واخا نشوفوا السي عبد الرحيم سعد لك يقول لك وابا كاميني حصريا الحكم مي عاد عاد سيقود مقابلات الجيش. واخا السي عبد الرحيم راه غادي ليا مع 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 السي ستيفان. هشام الوفد كيقول لك خويا كريم قلوبنا برنامج الساعه مع الحمراء، قلبتوها برنامج الساعة مع الحمراء. شوف احنا الساعة مع الصحة وقلبها فيها. ساعة مع الصحة
انا راه باقي، يلاه فطرت، انا راه باقي حتى الحريره مدوخاني ساعه. مع الصحه، مع الصحه. كنهضروا على وي خصك انت تدوز عند شي طبيب مغربي ويلي، انا راه وشي خصني، راه كبير. وانا راه خصني ندوز شحال هادي، فرفرت شحال هادي. تحيه للسي هشام، راه تالي ميساج ما كيطلعوش ليا، هذا البروغرام ما كيبينش ليا بزاف ديال لي ميساج. واخا نشوفوا الشي رشيد، شفتو شفناه غبر. واه السي رشيد، واش انت معانا ولا فين؟ معاكم انا. بالنسبه لك ياك ماشي رايب هذا، دخل شي رايب ولا شي فروماج احمر بارك، حديته مغزل. لا 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 خويا، لا لا تبارك الله عليك. انا بالنسبه متفق مليون مع الكلام اللي قال يونس. ما يمكنش لك انك تشوف السي رشيد ديال اللاعبين. السي رشيد راه بالسيف، نعم راه بالسيف اتفق مع يونس. راه يونس طبيب، راه هو ملي كيهضر على الصحه راه عارف اش كيقول. واش غتفق معايا انا؟ راه غتفق مع يونس. لا راه حاجه واقعيه، راه حيت ملي كتشوف شي بعض الاصابات كيبان لك واحد اللاعب اللي رجع في واحد المده معينه، وكتشوف لاعب اخر اللي استغرق واحد المده طويله. هنا كيلعب العامل النفسي واحد الدور كبير. راك اللاعب اللي عنده الرغبه انه يتشافى وعنده واحد العزيمه وواحد الاصرار كيتعالج اكثر من هذاك اللاعب اللي كيكون مستسلم للاصابه. بطبيعه الحال احنا العزيمه كتلعب واحد الدور كبير. هذا هو البيت القصيد كما كيقول. بالنسبه لاوناجم انا مأكد انه غيكون جاهز في اللقاء القادمه، وربما غادي يكون في اللقاء ديال اولمبيك قريب. علاش؟ لان نفس السيناريو اللي تكال مع بديع، انه باقي لي واحد جوج اسبوعين، باقي لي كذا، باقي لي كذا. حتى كنتفاجئوا بانه لعب رسمي في احد اللقاءات واحد ما كان متوقعه. كلشي كيتسنى واحد جوج سيمانات غيدوزو عاد نشوفو بديع شفناه. هذا الشيء كنقول انه اوناجم فغادي يكون جاهز، ومادام انه بدا التدريب البدنيه مع مناف، فنعطيك انا واحد 4 ايام ولا 5 ايام غيكون جاهز ان شاء الله. السي الاخ ديالنا الحسن الداودي كيقول لك اتمنى تستغلوا هذا البرنامج من اجل الضغط على التونسيين والجهاز التحكيمي الافريقي لحمايه الوداد في النهايه. والسي الحسن، وحنا نتمناو الناس اللي هما سابقيننا في الميدان، ان هذا هو الدور ديالهم، انهم حتى هما يعني يقوموا بالواجب ديالهم حتى هما، وحتى نتوما، لان لي ريزو سوسيو دابا اللي كاينين والفيسبوك وهادشي، حتى نتوما خصكم الضغط. ها ولات اقوى من وسائل الاعلام. من طبيعه الحال خصكم تضغطوا، حتى نتوما تضغطوا، تعطيو الاراء ديالكم، واهم حاجه هي ما تسربوش الاخبار اللي كت اللي 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 ديال الوداد، لان دابا يعني بزاف ديال الحوايج كيتسربوا بواحد السرعه. اذا انت هما كيوليو عارفين عليك بزاف ديال الحوايج. اهم حاجه هو تحاول انك تدافع على الفريق ديالك، واوميم طون ما تخرجش الاخبار. حنا بدينا كنشوفوا حتى الاخبار التونسيه والصحافه التونسيه انها كتعطي اخبار مغلوطه باش تلوي، ولكن هادشي 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 معروف. ولكن حنا ما يعني بنزرتي ومناف اللي هما توانسه وما عارفين هاد لي بتي ديتاي، ما غاديش يطيحوا في هذا. غير حتى الجمهور ديالنا حتى هو عنده واحد الدور كبير، انه باش يضغط حتى هو باش يعني يقوم بالواجب ديالو. واخا نمشيو لعند سي خالد نومار. مساء الخير، برافو كريم، الطب الرياضي فيه ما يتقال، اخ يونس يجب استفاده منه في هذا الباب. ان شاء الله احنا نوعدكم مني غادي ان شاء الله نساليو هاد البطوله، وهذا عطى الله المواضيع اللي غادي نناقشوهم مع سي يونس ومع ناس اخرى. لان شوف انا باقي الان ما شفتش انا شي برنامج جابوا الناس مختصين في الطب الرياضي وناقشوا معاهم، وجابوا مختصين باش يناقشوا معاهم. راه ماشي انا غادي نقدر نناقش شي حوايج اللي انا ما عنديش عليهم علم، ولكن انا نبغي نشوف واحد البلاطو فيه طاقم طبي، ولكن الناس اللي غيناقشوهم حتى هما يكونوا عندهم درايه يعني هاد الحوايج باقي ما شفناهمش. نتمناو حنا يعني نشوفوا برامج بحال هكا، اللي هادو هما اللي غادي يعني حتى اللاعبين غيستافدوا منهم، والجمهور غيستافد، حتى الجمهور اللي كينادي باش يرجع واحد اللعاب وهو باقي ماشي في المستوى ولا باقي ما رجعش
هذا ولا هذاك المسؤول، لان ممكن هو هذاك المسؤول على الفريق، حبه للفريق وباغي يربح، كيضغط على الطبيب باش 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 يضرب براوات ولا هذا باش يرجع ليه اللعاب، ولكن حتى هو حتىش ما فاهمش، حتى هو ما عارفش نهار غادي يبدا يعرف هاد الحوايج هادو، ممكن غادي تكون النظريه ديالو غادي تبدل. واخا نمشيو للمقابله ديال المهم الاخوان ديالنا، نحاولوا ما امكن نقراو كاع لي ميساج ديالو. خويا كريم، نعم سيدي. خويا غير في هاد النقطه الاخيره اذا سمحتي لي غير واحد التعقيب بسيط. خويا كريم، الا كان مثلا الا كان هذا لو ديريجون كيضغط على الطبيب باش انه يرجع اللاعب في اقرب وقت بحقان ولا ربما الحوايج اللي ربما غيأثروا على الصحه ديال اللاعب، ففينا هي المسؤوليه الاخلاقيه ديال الطبيب، لان يعني الطبيب الدور ديالو فهمتيني راه هي حمايه هذاك الشخص ولا المواطن ولا اي حاجه. هذاك الطبيب اذا كانت في هذاك الميدان ديال الطب الرياضي وعنده واحد لا فورماسيون ودار واحد التكوين في هذاك الميدان وداك الشيء، وتيجي وتيعرف ان هذاك الشيء راه غيكون عنده ضرر على اللاعب، فراه هنا راه هنا راه هنا راه هذاك الطبيب يعني ما عندوش هذيك المسؤوليه الاخلاقيه. فما غتقولش يعني راه غيضغط عليا ديريجون، وانا راه ما تنظنش. ومساله اخرى خويا كريم، لان هذاك الطبيب راه ماشي الا ما خدمش مثلا في هذاك الكلوب راه ما غيخدمش، لان اصلا على كل بلا ما ندخلوا في دي ديتاي، بلا ما غندخل في دي ديتاي اللي غادي نخصوا ان شاء الله واحد الحلقه لهذا البوليميك. لا غير بغيت نوضح اخويا كريم، فهنا هنا بكثر ما كان غنلوموا لو ديريجون غنلوموا اللاعب، فالمسؤول على الصحه الاول ديال المسؤول الاول على الصحه ديال اللاعب راه هو الطبيب، يعني الا تفرضت عليه باش يوجد لاعب بطرق اللي غيأثروا على اللاعب راه كيتحمل المسؤوليه، يعني هنا كنضربوا ربما كنضربوا المبادئ وكنضربوا بزاف ديال الحوايج عرض الحائط كما يقال. سي كريم، واخا نشوفوا السي عبدو ايتاكيك يقول لك سلام خويا رمضان كريم بالصحه وطول العمر، واش اناجم لاعب في النهائي؟ اناجم ما غنبقاوش نقولوا شي حوايج، اناجم كيوجدوه باش يكون واجد في النهائي، يعني هادو ما اخر اخبار اللي كاينه، يعني اللي الاخبار اللي عندنا هما هادو، ان كيوجدوه دايرين ليه واحد 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 اونطريمون سبيسيفيك كما بغينا نقولوا باش يقدر يكون واجد، كما قال السي رشيد يقدر يكون واجد لما لا مع الماتش ديال خريبكا، باش على الاقل يلعب واحد 20 دقيقه ولا 25 دقيقه باش يقدر يكون واجد في الفينال. نتمنوا حتى لا ما كانش في لالي يكون في الروتور ان شاء الله. واخا ندوزوا للبركان، الماتش ديال البركان، ما رايكم؟ نمشيو عند سي يونس، سي محسن يعني تأجيل المقابلة، عاودوا رجعوا سبقوا المقابلة ديال البركان. انا قبيلة الحلقة قبل ما نبدا الحلقة عيطوا لي شي اخوان كيتسائلوا على هذه الحاجة، يعني في رأيك نتايا شنو هو المغزى من هذا؟ حقيقة غادي نستقبلوا جوج مقابلات يعني في الروتور اللي غتكون مزيانة، ولكن مقابلة مع بركان في بركان قبل نهائي، يعني كنعرفوا البركان يلا خارجه من هزيمه ب3-0 مع اسفي، غادي تحاول باش يعني تربح المقابله اللي جايه. ما رايك السي واحد غير واحد نفتح واحد القوس، السي شاب شيخ شبيب هذا الاخ ديالنا كي غادي يشارك في البين سبورت، معلق احسن معلق مغربي، حاولوا تساندوه، راه دابا نحط الرابط ديالو في الصفحه، حاولوا تساندوه وتفوتيو عليه، حاولوا تساعدوا هذا الاخ ديالنا مغربي اللي هو كيمثل البلد ديالنا، شاب شيخ شبيب من المغرب في مسابقه ديال البين سبورت احسن معلق. واخا سي محسن، هو خويا كريم غير ربما شويه البرمجه شويه نقدروا نقولوا قاسيه في حق الوداد، لان جا من جنوب افريقيا في رحله اللي طويله لعب المقابله ديال هذا ضد فريق الجيش الملكي، لعب الخميس نهار الاثنين غي تنقل الشاق حتى البركان، فربما هنالك كان ربما غدر ديال البنزاتشي ان علاش يكون هذا كان الاجدر ان تبرمج المقابله ديال خريبكا تلعب نهار الاثنين
وباش نيت الفريق الوداد ما يضرب في ذاك التراجي حتى البركان وعاد تجي المقابله ديال البركان. ولكن حنا صراحه انا ما غنلوموش لجنه البرمجه، لان لجنه البرمجه الله يحسن العوان، لان حتى هما خصهم يساليو الدوري في واحد الهضره اللي فهمتي اللي هذا اللي محطوطه بار من الفيفا. يعني كنظن كان بروغرامي باش يسالي واقيلا في 25 على ما اظن، دابا واقيلا واش ربما خص النهايه ديال ماي كنظن خص الدوري يسالي. وكتعرف فريق الوداد عنده وفريق النهضه البركانيه عندهم الفينال ذهابا وايابا ديال المنافسه الافريقيه، فتنظن ان ربما تم تصديق ديال المقابله ديال البركان، لان اخويا كريم لو خلات لجنه البرمجه المقابله ديال البركان تلعب الخميس، الفريق ديال نهضه البركان عنده نهار الحد على ما اظن عنده الفينال مع الزمالك، يعني غتكون شويه غتكون قاصحه بالنسبه للفريق ديال بركان. وربما هما فضلوا ان يلعبوا يسبقوا هذيك باش يخليو باش بركان تلعب اثنين ويبقى لها يعني واحد خمس ايام اولا قبل الحد باش تلعب المقابله، والوداد تلعب، لان الوداد غتلعب حتى السيمانه اللي مورا يعني حتى 24. على كل فكنظن غتكون شويه المقابله غتكون شويه اولا التراجي والرحله وداك الشيء غيكون شويه ربما مؤثر بدنيا، ربما غيكون هنالك انهاك ديال اللاعبين لانهم كثرت الاطراجي وداك الشيء. ولكن كنظن رجع المقابله هذه خير. ربما انا كنقول لك لجنه البرمجه علاش دارت باش ما نكونوش ربما حتى حنا متحاملين ربما كنقلبوا على الاسباب وداك الشيء. كنظن انا ربما الله يحسن العون ما غناخذوش بسوء نيه، ولكن حتى لجنه البرمجه مجبره اخويا كريم رجع المقابله اخويا كريم بالنسبه للمقابله شنا بركان انهم كيفكروا في المقابله النهائيه، لان حتى في البطوله راه شفناهم شويه ما مكلاسينش مزيان ولو انهم ما بعادش، ولكن كانوا التفكير كامل، لان بركان التفكير كامل هما هو في الكاس ديال الكونفدراليه اللي غتكون واحد المحطه تاريخيه في التاريخ ديال النادي، لان لداو كاس الكونفدراليه اخويا كريم من بعد كاس العرش، فغيكون ربما دار واحد الانجاز كبير، لان فريق اللي كان في الهوات وطلع ودار خطا ولات عنده سميه في البطوله. فتنظن هذاك اللاعب العزيز كابيتان ديكيب ديالهم لعب معاهم من الهوات ولعب دوزيام ديفيزيون بروميير ديفيزيون. شوف المسار ديال هذا اللعاب وشوف شو تبارك الله برافو، لان اللعاب الحقيقه يعني ما سمحش في الفارق. نعم سيدي. لا غير هو العزيز اخويا كريم على ما اظن ما كنظنش واش لعب معاهم في الهوات، لان لا لعب في الهوات انا تاكدت من لعب في الهوات انا متاكد من كان عندي واحد الحديث مع 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 صحفي من نعم سيدي. حيتاش هاد العزيز الا ما خانتنيش الذاكره كنظن لعب حتى في النادي المكناسي اخويا كريم. لا لا ماشي هو ماشي هو على كل حال ربما لا هذا العزيز دار الشرويطه في الهوات ودار دوزيام ديفيزيون بروميير ديفيزيون، ونتمنى ان يلعب الفينال ان شاء الله ويتوج، لان مسار ديال اللاعب بحال هكا خصو بصراحه يتوج بواحد اللقب افريقي. كمل اخويا محسن. ونتمنى اخويا كريم لانه مسكين كان مصاب، نتمنى انه يكون وجد باش يلعب النهائي. اشوف حنا يفوت غير الماتش ديال الوداد ويوجد، لا بغى يوجد معاه في الفينال دنيا هانيه ما عندنا مشكل. هو خويا كريم كما شلنا ان المدرب الجعواني بما انه كيفكر في المقابله النهائيه، فهذاك التراجي الطويل اللي كانت عنده هذيك الرحله من بركان الاسفي، فشلنا انه خلى اللاعبين في بركان منهم النجوم ديال الفرقه لاباكوتجو ولا المدافع البوركينابي ولا اللاعبين كثار انهم ما لعبوش المقابله ديال اسفي، وشلنا زج بمجموعه من اللاعبين الاحتياطيين، وكانت النتيجه ربما كانت هي انه خسر 3-0. فتنظن ان المقابله ديال الاثنين ما تنظنش انه غيعاود يجلس اللاعب الرسمي، لان اللاعب الرسميين ربما ما غيمكنش ان اللاعبين يبقى واحد 10 ايام ما تيلعبوش، لان هذا ربما غيكون عامل سلبي على الفريق، خاصه وانهم نهار الحد تابعوا مقابله اللي كبيره ديال النهايه. فتنظن ان الجعواني غيلعب اللاعبين الرسميين باش يعاود يدخلهم في الحساسيه ديال المقابلات، بما انهم دابا ارتاحوا وهذاك الشيء، فتنظن غتكون مقابله صعيبه لفريق الوداد. وممكن انه يبغي يقلب على نتيجه، لان حتى في الترشيد اخويا كريم راه ما بعيدش عنده 34 نقطه، يعني الا ربح راه غيولي تا هو كينافس طنجه اللي عندها 39 هي اولمبيك اسبي،
يعني حتى هما راه عندهم نف يعني ثلاثة الماتشات بالنسبة لهم وبالنسبة للمرتبة الثالثة، راه حتى هما يعني كما قلتي الا ربح راه حتى هو عنده غادي يبدا يطمع حتى هو. راه هذاك الشيء وهو وحتى على حساب الهضره اللي ربما اللي سمعتها انا، ربما الاخطاء اللي جايه من عند النهضه البركانيه وكذلك المدرب الجهواني، انه ربما باغي يدخل اللاعبين ديالو وقال لهم هذه كمقابله اعداديه، المقابله ديال الاحد اللي غتجمعهم بها. كيأكد حتى سي نور الدين وكيأكد هذه التشكيله الرسميه لفريق البركان التي ستلعب مباراة الوداد هي نفس التشكيلة التي سيلعب النهائي الكونفدرالية حسب تصريح الجعواني. يعني باغي يعني حاجة لوجيك اخويا كريم، لان ما غيمكنش انت تخلي لاعبين ما يلعبوش 10 ايام وتشحطهم في مقابلة مصيرية. وصراحة نتمنى ان فريق الوداد عنده كافة الوسائل، غير اللي تنتمنى ان شاء الله المقابلة للطرفين ما يكونوش اصابات وما يكونوش احتكاكات. هذا هو المهم. شتي الوداد كما قلنا في بدايه الحلقه عندها دي جوكر بالنسبه للبطوله، ولكن غير ما يتوعدوش لك اللعابه، لان عندنا دي جوار كلي اللي ولا بد خصهم يكونوا في مقابله ديال الترجي باش تقدر الوداد تكون مزيانه كما بغيت. واخا سي مو بو كيقول لك هيلو فروم امستردام، السلام عليكم خويا من امستردام، تحيه لمغاربه العالم. كمل سي محسن. قلت لك نورمالمون غير ريبيري ما غيمكنش تعوضهم، فهمتيني؟ هذا هو المشكل. واخا نشوفوا، واخا ناخذوا الراي ديال السي رشيد. السي رشيد، بالنسبه للماتش ديال البركان، فاحنا كنعرفوا ان اللقاء ديال الويل البركان النهضه البركانيه ديما كيكون صعب. النهضه البركانيه حاليا انا كنختلف مع محسن، علاش؟ لان الطريقه اللي غتلعب بها بركان او اللي غتلعب بها الماتش على الوداد، فهو غيكون مثلا بحال البروفا اللي غادي تكشف جميع المميزات ديال اللاعبين ديالهم الزمالك. فحتى انني كنتفرج حط قناه مصريه وهما اكلوا على اللقاء ديال الوداد والنهضه البركانيه، وذكروه بالوقت وقالوا انه راه غادي يكون بعد واحد ساعتين من وراء الفجر. واحد ساعتين بعد منتصف الليل غادي يكون عند منتصف الليل بالتوقيت المصري غادي تكون المقابله ديال النهضه البركانيه والوداد، وما يمكنش ليهم يلعبوا بالفريق الثاني. وراه مشاهده لقاء النهضه البركانيه امام الوداد كفيل بكشف جميع اوراق الفريق. يعني راه مستحيل ان الجواني غادي يطيح في هذا الفخ ديالهم، وخاصة أن عنده لاعبين اللي طريق اللي مازال كيعانيو من الإصابة، وعندهم تاعب بحال محمد عزيز، بحال مباركي، بحال الطراوري، بحال حتى العياء اللي كيدب في أرجل بعض اللاعبين بكثرة اللقاءات اللي كتجاوز أكثر من 55 لقاء أو 54 لقاء في هذا الموسم. يعني ما نظنش ان الجواني غادي يغامر بالتشكيله الرسميه، او للوداد كذلك غامر بعض اللاعبين بالتشكيله الرسميه. علاش؟ لان ما يمكنش لك انك تبحث على واحد النقطه او انت باقي عندك فين تعوض لنقاط اخرى، ويمكن لك تغامر انت بواحد اللاعبين وانت مقبل على واحد النهائي بعد 6 ايام. يعني رحنا شفنا الضريبه ديال الوداد عانى منها سابقا مع المغرب مع الفتح الرباطي، فلعب في كاس العرش تهرس لي لاعب بالتشكيله الرسميه، تهرس لي لاعب وتعطبوا لي لاعبين اخرين، ما لقاش باش يلعب في الفينال. يعني خاصنا ضروري نحطوا جميع الاحتمالات. فممكن انك حتى الجعواني راه تكلم اكثر من مره قال ان راه ما كنفكروش في البطوله، حنا التركيز ديالنا منصب على الكاس. يعني احنا كاع واخا ما نتكلاصوش، ولكن الا فزنا بالكاف راه غنشاركوا في الكونفدراليه العام الجاي. وهما يعني داكشي علاش كيضربوا دابا، هما دابا كيضربوا على يكونوا يعني شامبيون دافريك باش يشاركوا. الترتيب غير مهم. من طبيعة الحال. يعني الترتيب غير مهم في جميع الاحوال، الترتيب غير مهم. يعني حنا كنركزوا، وخاصة ان عندنا واحد اللقاء في الميدان ديالنا، خاصنا نركزوا ونكونوا في كامل القوة ديالنا، واللاعبين ديالي يكونوا كامل الجاهزيه وكامل اللياقه البدنيه ديالو.
ممكن نشوفوا لاعبين يلعب 45 دقيقة، ممكن 30 دقيقة، ممكن ما تعرفش، ولكن باش تقول لي أنا غيلعبوا بواحد القوة اللي معتادية على معتادة عليهم، ما نظنش أنهم يكشفوا الأوراق ديالهم للزمالك. واخا بعد قليل غادي نقولوا الأخبار ديال الحمراء، كاينين أخبار ديال بعض اللاعبين كنا قلناهم ولكن غنعاودهم لان الحضور دائما ماشي هو غادي نعاودوا نقولهم. المهم نساليوا هذا المحور هذا وندوزوا الاخبار ديال الوداد. سي يونس، ناخذ الراي ديالك بالنسبه لهذه المقابله. وفي رايي الشخصي اظن انه من الصعب تصور ان فريق نهضه تبركان حاليا لا يحضر للقاء النهائي. كنظن ان جل التركيز ديالو منصب على اللقاء النهائي. دابا حاليا انا متاكد انه الى مشينا نطالع على الحصص التدريبيه غنلقاوها تبنى على فريق الزمالك، يعني كيفيه استغلال نقاط ضعف فريق الزمالك والحد من نقاط القوه ديالو. وبالتالي فما كنظنش ان اللاعبين حاليا مركزين على لقاء الوداد، ولو يكونوا حاضرين بالتشكيله الاساسيه فما غيكونش التركيز على لقاء الوداد قدر ما غيكون، يعني غير بحال لك يعطيهم ان بو دو كومبيتيتيفيتي، يعني شويه ديال التنافسيه هذا هذا الشيء الى حضره. فغيكون من المنظور ديالي الشخصي من السذاجه بمكان من منير الجعواني انه يدخل ويلعب بداك الخطه ولا السيستم ديال اللي مريزيرفيه للزمالك، لانه متاكد انه من نهار دازوا عرفوا شكون الخصم ديالو وهما كيوجدوا ليه. فبالنسبه لهم هذه راه ماشي مقابله السنه ولا مقابله الشهر ولا مقابله الموسم، هذه راه مقابله العمر بالنسبه لنهضه بركان. يمكن ما تعاودش تتاح لهم فرصه اخرى ديال نهائي اخر، يعني فكنظن ان التعبئه الكامله ديال لا المدينه لا اللاعبين لا المكتب المسير لا الصحافه المحليه غيكون الشغل الشاغل ديالهم والتركيز ديالهم كامل منصب على على لقاء نهايه الكونفدراليه الافريقيه. وبالتالي فالتصور او يعني التفكير في ان نهضه بركان سيكون حاضر على الاقل ذهنيا يوم اللقاء يعني صعب جدا صعب جدا، بخلاف الوداد اللي كنظن انه غيحاول يحسم الامور تماك باش حتى حنا نبداو اونطاميو لا بريباراسيون ديالنا للنهائي، لانك صافي في لي زونترينمون ديالك خاصك تركز شيء ما على الخصم ديالك وغتبقى لينا تقريبا ديك واحد الى حسبنا ان شاء الله الامور في بركان غتبقى لينا واحد 14 جور ولا 13 جور كنظن انها كافيه بالنسبه للمدرب بحال بنزرتي اللي ديجا كيعرف الترجي مزيان وباش يوقف نيت على حتى المستجدات اللي كاينه ديال الترجي. فكنظن ان لقاء الاثنين سيكون بدون طعم بالنسبه لنهضه بركان وخاصنا نستغلوا هذا المعطى ونحاولوا اننا نجيبوا ثلاثه النقاط باش حنا نتفرغوا للقاء الاهم عندنا في الموسم اللي هو النهائي ان شاء الله. توصلت واحد الخبر من عند السي حمزه كيقول لك الصحافه التونسيه بدات تلعب دور تضليل بان الخنيسي خارج الحسابات. هذا هو الدور اللي كنهضروا فيه على الصحافه، انها بدات كتقول بان راه بعض اللاعبين ديال الترجي راه ما غيكونوش، وهذا الشيء ما خصش يطيحوا فيه. حتى حنا الوداد ما خصكمش تبقاو تسولوا بزاف على الاصابه ديال اوناجم، راه متبعينكم. اذا ما خص الانسان يبقى، يعني حنا عارفين الاهميه ديال اللاعبين باش خصو يكون يعني في المقابله، اذا ما خصناش نبقاو نسولوا اكثر من اللازم ان اللعب، لان الناس كي هما باركين كيقولوا واحد جوج لعابه ما غاديش يكونوا اللي هما تيتولار بالنسبه للفريق ديال الترجي كيلوحوا هاد الاخبار في لي ريزو باش حنا نلتقطوها، وهذاك الشيء راه قديم، داك الشيء شحال هادي كان كيدار، ما بقيناش نطيحوا في هاد الحوايج هادو. واخا المهم بالنسبه للمقابله ديال بركان نحاولوا نحسموا اي تعثر لفريق الرجاء مع وجده الى الوداد ربحات بركان وتعثر ديال الوداد ديال الرجاء، كنظن ان يعني غتكون الوداد حسمات في المقابله. أنا بمجرد الفوز في لقاء بركان غنكونوا حسمنا، لان غتبقى لك نقطه من ثلاثه اللقاءات، فصعيب بزاف انك تفرق حاليا وصعيب بزاف انك تفرق، فما بالك نقطة ثلاثة اللقاءات يمكن انك تدخل على سبوار يجيبها لك، زعما ماشي حاجة اللي غتكون صعيبة.
واخا الجعواني في التصريح ديالو قال مباراة الوداد افضل اعداد لاعبين قبل لقاء الزمالك، قال لنا السي محسن وقال لنا الاخ نور الدين وتاكدها السي رشيد. اذا هاد المسائل هادو كما قلنا الفار حاضر في نهائي عصبه الافريقيه، اذا هروبا من جميع المشاكل. بعض الاخبار نهضروا على الحكم تيازي اللي غادي يكون هو الحكم ديال الدوره 28. تيازي غادي يكون في 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 هو الحكم ديال الوداد بركان. تيازي قام ثلاثه المقابلات بالنسبه للوداد، الاولى كانت يعني في مع واد زم وتعادل فيها الوداد بصفر صفر، الثانيه كانت في ملعب البلدي بوجده انتهت بالفوز العريض ديال الوداد بثلاثه. اذا هذا ثالث مقابله كيقوم بها السي تيازي. ما رايكم في الحكم بسرعه؟ هو خويا كريم، بالنسبه للحكم تيازي، الحكم تيازي صراحه حكم مثير للجدل. اللقاءات الغالب اللقاءات اللي كيحكمها ضروري كتلقى فريق اللي كيحتج عليه، بغض النظر على الوداد ولا الفرق الاخرى، فكتلقى حتى الفرق الاخرى فديما المقابله ديال على ما اظن واحد المقابله لطنجه واقيلا ورماد كان سيف لا شي بيلا، هو معروف هو معروف بعدا كيعطي بيلانتيات، كتشوف شي بيلانتيات كيعطيهم ما تعرفش منين كيطيحوا، فهمتيني؟ يعني كيدير اخطاء. فصراحة كنت كنتمنى بحال دابا الدورات المقابلات الحساسة وداك الشيء يداروا فيها حكام اللي الدافع زعما النخبة ديال البطولة، أما الحكم التيازي صراحة حكم اللي كيدير أخطاء، يعني حتى في اللعب كيسيف لي بزاف، يعني كيهرس في اللعب. فصراحة كنت كنتمنى يدار حكم آخر. على كل فنتمناو له التوفيق. خويا كريم رجع غير واحد المساله سمحتي لي ديال ان ربما فريق بركان ما غيبغيش يبين مثلا وداك الشيء، فدابا راه ولا كل شيء متاح، يعني الفريق ديال الزمالك راه كيعرف نهضر بركانيه وكيعرف لو سيستيم دو جو وكيشوف الماتشات، والماتشات كيتنقلوا على الهواء مباشره، وكاين لي فيديو وكاين بزاف د الحوايج. فتنظن كذلك الوداد مثلا والترجي، فالبنفرتي كيعرف الترجي وهما كيعرفونا مزيان، كيعرفوا ليفيكتيف وكيعرفوا بان حتى البرامج ديالهم الى تفرجتي فيهم ولا ها راه كيهضروهم على النائري وكيهضروا على ابراهيم وكيهضروا انهم كانوا غائبين في المقابله ديال الذهاب ديال فان داوز وداد ربحات، يعني هذا الشيء ولا مكشوف، فهمتيني؟ كاين هذوك الالاعيب اللي هضرتي عليهم اخويا كريم ديال لا يقول لك اللاعب راه ما غيلعبش وغير حنا، ولكن هذاك الشيء كنظن هذاك الشيء متجاوز، لان دابا الناس عارفين ان هذوك الالاعيب هذاك الشيء ما بقاش خدام، نقول لك هذا ما غيكونش ولا هذا راه تنهار الماتش نقول له راه دابز ونهار الماتش تلقاه مثلا، فما شي الاعب اللي باينه غير هو اللي تنتمناه ان شاء الله. ان هضرتي على المساله ديال الفار، هذه مساله ايجابيه، ولكن اخويا كريم المساله ديال الفار راه ما تعنيش بان هنالك غيكون واحد العدل، لان دابا المشكل الكبير المتعلق بالفار اخويا كريم وخاصه مع المصريين وكذلك التونسيين وحتى ربما خاصه هادو وحتى الجزائريين وداك الشيء، ولكن خاصه المصريين والتونسيين اخويا كريم، راه المخرج ديال المقابله راه يقدر يعطيك لقطات واخا تكون انت في هذاك لو كابيني ديال الفار، فتكون راه غيعطيك لقطات اللي بغاه هو، يعني من زوايا اللي ما الوقيته اللي غيبغي يبين لك بان كاين خطا اللي واضح ولا يبين لك كما تنقولوا الخطوره ديال الخطا وشكلا، راه غيعطيك زوايا اللي غيبينوا لك ويقدر يعطيك زوايا اللي مغلوطين باش يبان لك الخطا اكثر. والحاجه اللي غيبغي يدربها مثلا اخويا كريم راه يقدر ما يعطيكش صوره واضحه ولا ما يعاودهاش ولا يعني ما انا تنظن اللي كنتمنى ان لاكاف تحاول بحال هذه المقابلات الكبيره، علاش لا ما يشوفوش ان سوسيتي انترناسيونال اخويا كريم هي اللي دير لهم النقل ديال هذاك البرودوي، على الاقل العالم كامل كيتفرج غتنقلوا بواحد الطريقه اللي جيده، يعني غيخلصوا شويه الفلوس ولكن غيبيعوا هذاك البرودوي وغتكون واحد العداله. ديري مخرج تونسي ولا مثلا غير هذاك المخرج ديال اللقاعي ديال الجيش مثلا، كانوا دي زورجو مثلا ما كيعاودوش، ما كتعرفش واش صحاح ولا ما صحاحش. على كل فاتت صراحه غادي يكون، كنظن ان يعني النهائي هذا ولا بدا خصهم، لا بغاو يسوقوا هذا المنتوج خصهم ولا بدا يدير. واخا السي عزيز مفتاح حتى هو مشارك في هذاك البين سبور ديال احسن معلق، عزيز مفتاح حاولوا تصوتوا عليه وتصوتوا على الاخ ديالنا الشاب شيخ شبيب،
حاولوا تصوتوا على هاد جوج الاخوان ديالنا المغاربه اللي غادي يكون اللي داخلين المسابقه، اللي هما الوحيدين اللي كيمثلوا المغرب ديالنا. دابا نحاولوا نحطوا الرابط ديالهم بجوج في الصفحه الرسميه. احنا بغيت غير واحد الخبر بالنسبه للصفحه، غادي يكون عندنا واحد التطبيق ديال ماروك سبور 24 تقريبا هذا الاسبوع ان شاء الله، باش كاع هاد الحلقات ان شاء الله غادي يكونوا يعني في التطبيق، واللايفات حتى هما غادي يكونوا صوت، باش الاخوان كاع اللي كيتعذر عليهم انهم يكونوا حدا واحد الجهاز ديال الكمبيوتر انه يتبعونا يعني في التطبيق ديال ماروك سبور 24. اذا احنا كنجتهدوا باش نحاولوا ما امكن اننا نسهل المأمورية، لما لا تولوا تسمعونا غير الصوت بالنسبة للإخوان، لأن بزاف ديال الإخوان كيبغوا يتبعوا البرامج وال يعني البرامج ديالنا، ولكن يعني البيسي كيكون عندهم ما كيكونش فالابل ديما، ولكن غادي تكون عندنا واحد التطبيق اللي هو ابليكاسيون اللي غادي ديروا لها داونلود من الاب ستور ولا من جوجل بلاي، وغادي تقدروا توصلوا لجميع الاخبار وجميع اللايفات تقدروا تتبعوا المباشر غير صوتي. اذا غادي تكون اسهل بالنسبه لبزاف ديال الاخوان. اذا غير حاولكم تدعمونا وحاولكم تشجعونا وتحاولوا تبارطاجيو ماكسيموم. القناه ديال اليوتيوب راه كاينه لتحت ماروك سبور 24 تي في، حاولوا تفعلوا الجرس الله يجازيكم بخير باش نحاولوا نفعلوا القناه. حنا غاديين ان شاء الله مزيان باش نحاولوا ما امكن ان هذه نديروا واحد المنتوج اللي يكون في المستوى. سي عزيز مفتاح كيقول خويا كريم قول الناس يصوتوا عليا راه تصويت. الله يحفظك، واخا غير صيفطوا يعني الرابط وغادي نحطو كما درنا المره اللي فاتت، كما دار لي سي محسن راه يقادو باش يحطو في الصفحه، باش كاع الاخوان ان شاء الله نحاولوا ندعموا الاخوان ديالنا، واللي صوت يبارطاجي، اللي صوت يحاول يبارطاجي مع ناس اخرين باش 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 حتى هما يصوتوا، لان هادو مغاربه وكي خصنا نتعاونوا تكون عندنا هاد يعني الواحد ملي كتشوفو كيدير واحد الحاجه ايجابيه حاول تعاونو، حاول تبارطاجي، حاول دير ليه لايك، تشجعو ولو بالكلمه ولو هذا، باش نكونوا متعاونين، لان ما غنخسروا والو. يعني واحد البارطاج فيسبوك ما غتخسر عليه والو، ولكن غادي يقدر هذاك 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 البارطاج اللي درتي تقدر نتايا تساعد به ناس اخرين. اذا نشوفوا السي بن يحيى الجماهير الرياضيه البركانيه ترحب فريق الوداد الجماهير الحمراء، مقابله مهمه جدا للفريقين قبل المواجهه المرتقبه السوبر الافريقي، كما قال هذا فال ان شاء الله لما لا يكون السوبر افريقي، تفوز بركان وتفوز الوداد ونشوف واحد السوبر افريقي. خالد نمر صديق ديالنا اظن انا بركان تعتبر مقابله بعد مع الوداد ثاني مقابل موسم، لان قدر الله نزمو نهائي لقد الله ونزمو نهائي الكاس ضمن الرتبه الثالثه او الرابعه المؤهله لقرم. طبيعه الحال يعني هادشي ما نتمناوش للفريق البركاني، ولكن يعني الانسان دائما خصو ياخذ الاحتياط حتى حاجه ما مضمونه. واذا غادي نمشيو المهم جميع الفقرات هضرنا عليهم، غنمشيو دابا للاخبار. الاخبار ديال الوداد كما قلنا من قبل، وهضرنا على اللاعب المرابط اللي هضرنا عليه هذه الثلاث اشهر، وكي دابا عاد بعد الناس بعد الصحفيين وبعد الاذاعات بداو كيهضروا عليه. اذا حنا هذه ثلاث اشهر باش هضرنا على هذا اللاعب هذا ديال اولمبيك اسفي اللي الوداد يعني قريبا انه غادي يكون ان شاء الله الموسم المقبل لاعب متميز. يعني كنظن ان لاعب اللي غادي يعطي الاضافه، لاعب ديال ميليو تيرا ياك السي رشيد. هو خويا كريم هو جناح، هو جناح كيلعب حتى في الاخر، هو جناح حتى ديال المنتخب الاولمبي. ربما الناس الى بغاو يتذكروا المقابله الاخيره ديال المنتخب اللي لعبنا ضد الكونغو، راه هو اللي كان جاب ضربه جزاء، هو اللي كان دار هذيك المراوغه فاش ضربت اللاعب الكره في هو كيلعب واخا. نسولك انت السي محسن، انت اللي تقني ولعبتي كرة، بالنسبة لك انت لاعب هذا واش يقدر يعطي لو بلوس بالنسبة
الوداد. انا كنسول بحال شي واحد ما عارفش، لان بزاف تساؤلات الناس بزاف ما كيعرفوش اللاعب. واش كتظن انه يعطي له بلوس للوداد؟ واش الوداد محتاج لاعب بحال هذا؟ هو خويا كريم صراحه، انا على حسب بعض المقابلات اللي شفت لي مع اولمبيك اسفي، لاعب لي جيد. غير هو انا شخصيا ما كنشوف زعما شي لاعب لي اكسيبسيونيل، زعما لاعب لي ممتاز. هو لاعب جيد، ممكن اذا كان هذيك، بما انه باقي في هذاك اللاج يعني كنظن اقل من 23 عام، يعني الى خدم وربما بهذيك الشخصيه اللي غياخذ مع الوداد يقدر المستوى ديالو يتطور. غير هو المساله الاخرى خويا كريم اللي نقدروا نهضروا عليها، هو الوداد تقدر تبغي في حاله الى، لان ممكن في الاخر ديال السنه اللاعب ولا جبو الحداد ممكن ينتقلوا، ففي هذا لوكا ممكن تجيبو تعزز ليه هذاك تي السنه. ولكن انا كنظن انه الى 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 زاد خدم، لان عنده دي كاليتي خويا كريم. ولكن انا كنقول لك راه ماشي لاعب اكسيبسيونيل، زعما لاعب اللي كما تنقولوا طياره، فلاعب اللي مزيان، لاعب جيد. واللاعب اللي كان طياره راه غيسيني في البارسا. احنا غير ملي كتقول لي لاعب اللي يقدر يعوض وناجم ولا يعوض الحداد الى مشى، اذا لاعب راه غيكون مزيان. هو خويا كريم كنهضروا على الطيارات ديال المغرب، فهمتي؟ ماشي الطيارات ديال اوروبا. هو خويا كريم لاعب عنده امكانيات، غير هو عاوتاني حسب الادابتاسيون ديالو، لان عاوتاني باش غتجي الفريق كبير راك عارف خويا كريم. غير هو انا الوداد كنتمنى يعطيو الفرصه للاعب الواسطه خويا كريم، هذيك الفرصه اللي كياخذ اللاعب المترجي نعطيوها للواسطي، وتنظن ربما اللاعب الواسطي تقدر تكون مفاجاه سعيده ديال فريق الوداد، لان لاعب اللي عنده صراحه في رجليه وممكن يتطور. بالنسبه للاعب المرابط فتنظن حتى مساله اخرى، ان حتى هذاك ايتمنى ديال المحمديه ربما حتى هو عينه على اللاعب اخويا كريم. شوف ايتمنى تا هو عينه، شتو تا هو واش تا هو غير كيدير الحملات تا هو هذا ولا فعلا، لان يعني الخرجات ديالو والهضره اللي كيقول، وكنظن ان غادي يجمع حب وتبن. يتمنى هذا ما عرفتني يخرج لينا تا هو. اذا هاد الخرجات ديالو اللي كيقول لك غيجيب هذا ويجيب هذا ويجيب هذا، اذا سيدي نتمنوا له التوفيق. غير هو تا هو مهم. لا هو خويا كريم غير ما تنساش واحد القضيه، واش معانا ولا معاهم؟ دابا انا بغيت نسولك انا بدون لغه خشب، واش معانا ولا معاهم؟ واخويا كريم اش نقول لك، انا زعما تنحاولوا نعطيو المعلومات بكل حياديه في هذه المساله. احنا راه فهمتي راك كتعرف، احنا راه القلوب حمراء. ولكن اخويا كريم ملي كتعطي معلومه وصافي، لان حتى دونك اي مسؤول راه كيوجد الفريق ديالو. ربما هو بما ان شباب محمد يطلعوا دابا للقسم الثاني، فتيوجد العام الجاي ربما انه سيدي رجعنا حنا اسماعيل، لان اسماعيل المترجي راه غادي يرجع من الاعاره، غير رجع للوداد بطبيعه الحال، ويشري اخو اللي بغى يشري، يجيب لنا رجعنا غا ولدنا حنايا. لا شو كريم، اسماعيل المترجي ان شاء الله غير رجع، لان لاعب اللي ربما بن فرشي كيعرفو مزيان. ومساله اخرى هو ان سعيد ناصري ما بغاش انه، لان كان اقتراح ديال يتمنى بان ربما يشري العقد ديال اللاعب اسماعيل المترجي، ولكن لان كل شيء كيشوف ان اسماعيل المترجي انه ممكن يكون عنده مستقبل كبير، وخاصه اخويا كريم بما ان الى تم التعاقد مع اللاعب جابو اللي جاي في الطريق، فممكن انه يكون ربما غيستافد من هذاك من التجربه ديال هذاك اللاعب، وغيتعلم منه بزاف حوايج كثيره، بما انه كيلعب حتى هو ميلي اوفنسيف ولا صانع لعب، فكنظن انه ممكن يستافد منه. وهذه غتكون ربما كنظن هذه غتكون حاجه مزيانه لصالح اللاعب اللي اسماعيل المترجي، اللي علاش لا باش ان شاء الله من هنا لقدام نشوفوا ربما مع اشرف الداري اسماعيل المترجي، وكذلك نشوفوا ابناء المدرسه ديال الوداد اللي ربما يستحقوا انهم يبينوا. وتنتمنى ان ربما تتم الاعاره ديال اللاعب المترجي وكادر السوني، لان كنظن خاصهم يستافدوا في انديه اخرى يلعبوا مقابلات، واش تكون عوض ما يبقاو جالسين في البونتوش ديال فريق الوداد. ان شاء الله. سي هشام المفت كيقول لك با كريم بنتي ليا كنت خدام في الحملات الانتخابيه، والله الا خدمت فيهم عندك الحق. سيدي الا كان شي مرشح يعني نعاونوه ما كاينش مشكل. تبارك الله عليك السي هشام، الله يغفر لنا، دافعنا وناضنا على بعض الخوت، ولكن بان فيهم الدغل.
واخا نمشيو للاخبار. كما قلنا لاعب مرابط بالنسبه للفاس، بالنسبه للاسفي قريب جدا من الوداد، كركاش جد قريب من الوداد، وقلناها هذه 3 اشهر شي ناس الله يهديهم بقاو كيهضروا على مشى هنا وتناسب ناسبوه مع ناس اخرين ومع بقاو كيخربقوا شي تخربيق. المهم حنا ما عندنا غرض، حنا بالنسبه اللي كاينه كنقولوها كركاش في الوداد، اذا لاعب اللي غادي يعطي الاضافه بالنسبه للوداد. وانا نسيني لكم عليها، ما بقى ندير حتى شي لايف الا كركاش ما كانش في الوداد. الحشادي حتى هو قريبا من الوداد، جابو من الوداد قريبا. المهم لان حنا كنعرفوا بان الميركاتو ما غيبدا حتى جوان، الاخر ديال جوان عاد غيبدا الميركاتو، ولكن هادو لعابه منهم العوده ديال اسماعيل مترجي من الشباب المحمديه قلناها، اذا هذه ما فيها نقاش. والاب ديالو لان كانوا عروض كبيره بالنسبه لهذا اللاعب هذا، ولكن الاب ديالو ودادي حر بغى يشوفه في الوداد، اذا هما قريب من المنطقه ديال بورغون، في بورغون ساكنين كنعرفوا هذيك المنطقه وداديه، وباغي يشوف ولده في الوداد. اذا اسماعيل مترجي في الوداد، مرابط في الوداد، كركاش يعني باقين غير دي بتي ديطاي، ولكن يعني غادي كاين في الوداد. الحشادي حتى هو في الوداد ان شاء الله باش يعطينا اتساع، هذاك جيبور لان ما استفدنا منه والو، وجابوا اللي سمعنا بعض سمعنا الوكيل الاعمال ديالو كي صرح بانه في الوداد. ما رايكم في هاد الاسماء؟ ناخذوا الراي ديال السي رشيد اللي ساكت. السي رشيد، واش كملتي داك اللوز وكاوكا وداكشي اللي كتاكل ولا باقي؟ شوف سيدي كريم، انا ما الاخبار هذه، فانت راك عارف ان الاخبار حنا راه قلناها تقريبا مده طويله، وتخاصمنا مع شي اخوان، تخاصموا معنا شي ناس، قال لك لا حنا كنقولوا اخبار، كتقول اخبار، انا كنقول لكم اخبار اللي كاينه. انا الشيء راه ما يهمنيش، كما دائما كنقول راه ما يهمنيش يتبعونا الناس ولا يكونوا معنا، الا كان شي خبر اللي متيقنين منه راه كنقولوه. يعني هذا هو الحوايج اللي خص الناس يعرفوهم، اما حنا ماشي كل مره نبقاو نهضروا على هاد الحوايج. هادو الا قلناهم يعني الناس اللي حاضرين يبلغوا الغايبين، صافي، باش ما نقولش نشوج يقولنا كتشوشوا على الفريق اللي غيلعب نهائي. حنا غير كنقولوا هاد الحوايج. الاختصار السي كريم، غنرجع لك يا يونس، هما انت ما عزيزش عليك هادشي. سير السي رشيد، انا ملي فملي كنجتهدوا وكنبحثوا وكنتكلموا مع اشخاص اللي من قبل الحدث انه كيعطونا اخبار وكيعطونا بعض الاشياء اللي حصريه، فما كان حنا ما كنقلبوش على كثره الاخبار، وكل كنا غادي نجيبوا خبر ولا نجيبوا جوج ولا نجيبوا ثلاثه ونبداو نقولوا فيه، فما كتهمنا الا مصداقيه الخبر، والحمد لله فالامور اللي تكلمنا عليها حنايا واحد شهرين ونص دابا او 3 اشهر، فاليوم كاع الاعلام كيتكلم عليها، وهذا دليل على ان الكلام اللي قلنا حنايا راه كان خارج من مصادر موثوقه، ما اعتمدنا فيه لا عاطفه، ما كذبنا، ما نافقنا، ما جبنا اشاعه، ما درنا والو. يعني ملي كتجيب كنفضلوا اننا خبر واحد صحيح احسن من 100,000 خبر اللي كتبوا اشاعه. هادشي اللي كان وحنا ما حدنا هنايا ما حنا كنحاولوا اننا نخدموا بما يرضي الله، يعني ما كنحاولوش نكذبوا على الناس، ما كنحاولوش نجيبوا شي حاجه اللي اشاعه. المهم عندنا هو ان نجيبوا الاخبار، وكاضافه للاقتراح ان راه كاينين مهاجمين افريقيين، ولكن الاسماء حاليا ما مواجداش، ما قدروش نعطوا شي اسماء اللي غدا ولا كاين واحد لاعب في الدوري الايطالي،
في لاعب في الدوري الإيطالي مهاجم هما كيقولوا يقال انه كيلعب في القسم الثاني في الدوري الايطالي، ولكن ما متاكدينش من واش المعلومات 100% صحه، وان شاء الله غنحاولوا نسولوا على هذا الخبر ونتصلوا بالمصادر ديالنا وما غاديين ياكدوا لنا واش الخبر صحيح او لا مجرد فقاعه اعلاميه. اليك الخط الكريم. عبد الاله منتصر كيقول لك وبالرحمه، ماله هو بالرحمه راه باين ما غيكونش، لان ما شتيش الطاك اللي خرج للسي السعيدي، ما شتيش الطاك اللي خرج السعيدي، هذاك باين باغي يجي الوداد، راه باين باغي يهرس عباد الله هذا. لا 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 اظن بالرحمه غادي يكون في الوداد، لان حتى اللعب ديالو كنظن ان ممكن يعاون الوداد، ولكن لا اظن كركاش كنظن انا احسن. ادم سميث كيقول لك كركاش لاعب عادي. لا اتفق كريم معك كريم. نعم سيدي كريم، كتوضيح الكركاش، كركاش لاعب اللي كيلعب اكثر من مركز، يعني ممكن تلعب به ظاهر ايمن، ممكن تلعب به كاستر وسط ميدان، ممكن تلعب به مدافع، فهو كيجيب لاعب اكثر من مركز، وهذا هو الشيء اللي خلى الوداد انها تطبع على بالرحمه، وهذا خبر من المصدر بطبيعة الحال، لأن متأكد منه مليون في المية. هادشي اللي قلت، لأن لاعب باقي صغير، لاعب اللي تقدر تستافد منه، لاعب اللي تقدر يجي يلعب معك واحد عامين ثلاث سنين تقدر تعاود تبيعه، لأن شوف ما عمرك كتخسر في لاعب اللي كيكون باقي صغير، وسيرتو لاعب بحال هذا اللي كيكون عنده تكوين، يعني في بلجيكا وتنادى عليه، يعني في الفئات الصغرى في بلجيكا، إذا عنده واحد تكوين وكتجيبه وكتعرف با مغربي حتى هو مدرب، لان حتى هو راه غادي يعطي اللمسه ديالو، اذا هذا اللاعب هذا الا بغينا نقولوا كل غادي يكون لاعب مؤدب، لاعب اللي باغي وبروغريسا هذا العام بزاف، الا شفنا كيفاش بدا وكيفاش سال الموسم، اذا اللاعب اللي غادي اون بروغريسيون، كنظن انا غادي يعطي الاضافه للوداد. واخا سي صديق الدريوش كيقول لك السي كريم شي اخبار على اوناجم، هضرنا على اوناجم قلنا دايرين ليه بروغرام ديال لونطريمون بوحدو، واحد باش يكون موجود في المقابله ديال النهائي. هذا هو اخر الاخبار. السي صديق كيقول لك كركاش لاعب ممتاز وعمره صغير، هادشي اللي قلنا خويا كريم، واش اوناجم حاضر في النهائي؟ شوف انا ما نقولش لك حاضر، ولكن ما نبقاش نقولوا كما كيقولوا بزاف ديال الناس، هما دايرين لي واحد، يعني دايرين لي واحد لونطريمون اللي هي سبيسيفيك باش يقدروا يوجدوه للفينال، يعني غادي المدرب، حنا شوف حنا كنا معولين عليه في سان داونز، وراك شفتي المقابله اللي خرجت الوداد اوناجم، شوف حنا الا كان اوناجم واجد راه البنزرتي غادي يدير خطه، الا ما كانش واجد غادي يدير خطه، اذا حنا ما اللي غادي يكون غادي يقضي، اذا حنا غير حاجه وحده ان غيرها كما قلنا، ما نبقاوش نكثروا كثره الاسئله على اوناجم، كون على يقين لا اوناجم غيكون موجود، راه غادي يكون مع الفريق. واخا خويا كريم راه كاين في الشبان في الوداد بزاف اللاعبين، وشوف صعيب هذا الوقت باش تلعب، يعني واحد الشاب طالع من جونيور ولا ليسبوار وطلعوا ليكيب بروميير صعيب، لان اولا عندك دابا المدرب بنزرتي، يعني ملي كيشوف راه كيشوفهم، اذا هو لا بان ليه شي واحد بحال المترجي اللي كاين، اللي اسماعيل المترجي كيف محمديه اللي هو قال لي انت غادي نرجعك في الاخر ديال، هو راه عارف، اذا الا بان لي شي واحد راه من طبيعه الحال راه غادي، ما كاينش مشكل، حنا المهم عندنا، حنا راه ما بغيناش نهضروا على هاد الحوايج هادو، غير قلنا طونكو الناس كيسولوا غير باش نعطيهم الخبر صحيح، ولكن نخليو هاد لو جروب يجيب لنا العصبه، وديك الساعه لكل حديث حديث. يا كاسيونس انا داكشي اللي كاين، ديما كنقول لك ان اهم انتدابين انا عندي هو نجمع 20 البطوله 20 نجمع الثانيه والعصبه، هادو هما اهم الانتدابات، يجي اللي بغى يجي، يمشي اللي بغى يمشي، هذاك الشيء اللي كاين يعني بالنسبه لهاد الحوايج هادو. الله يجعل ورق. واخا اذا كنظن ان نعم سيدي، هو غير بالنسبه للاعب جيبور اخويا كريم، راه كنظن ان ممكن المقابلات القادمه غيتم الاشراك ديالو، غير باش يسوقوا، لان كنظن ان لا البنزرتي ولا النصري مقتنعين بان جيبور.
حتى الموسم القادم ما عنده ما غيزيد الوداد. ذلك ان فريق الوداد دابا كيحاول انه يسوق اللاعب باش ربما يتفادى انه يعطيه تعويض مادي ولا واش دابا دعوه الله حنا واش محتاجين دابا نبقاو نسوقوا واحد وواحد تعطاته فرصه يعني ما بين المحدوديه ديالو ما بين بان سميت واش حنا غنبقاو نسوقوا ليه حنا هو يدبر راسو اخويا يمشي يعطينا اتساع. لا خويا كريم غير دابا واحد المساله دابا اللاعب عنده كونطرا مع الفريق وكيتقاضى واحد الاجر يعني الا بقى ناعس لك تما راه غيبقى يتقاضى داك الاجر. ودابا حنا انت بالنسبه لك لا لوجيك ديالك ندخلوا لعاب واخا ما غنستافدوش منه وحنا عندنا بطوله وعندنا فينال. لا عطاك واحد دقيقه لا تبقى معي بقى معي سيونس غادي نستأذنك غتسمعني بزاف واخا شكرا سيونس واخا نكملوا مع السيونس تبارك الله عليك تصبح على خير السي يونس شكرا كمل السي محسن. هو خويا كريم ماشي هما غيسوقوا غيديروا بليزير في اللاعب راه هما بغاو يتفكوا من اللاعب خويا كريم يعني المقابلات القادمه في البطوله منين غتحسم البطوله اولا راك شي البارح وكان خلف المقابله يعني البطوله خويا كريم راه غير مساله وقت وغتحسم يعني منين غتحسم ان شاء الله الا تحسمت نهار الخميس راه ممكن المقابلات اللي غيبقاو جوج مقابلات الاخيره ولا داكشي غيلعب فيهم رسمي لانهم هما الهدف هو خاصهم باش لاجون ديالو يقدر يسوق ويبيعوا شي نادي وفريق الوداد يتفك منه لان فريق الوداد راه عنده كونترا مع اللاعب يعني واخا تفك منه راه ما يمكنش ما عدا اذا تم الى لقى شي عرض شي نادي فين غيلعب فتنظن ان هذه المساله هادشي اللي ربما اتفاق ديال سعيد الناصري مع البنزرتي هو باش انه يعطيه فرصه يبقى يلعب ولان هنالك الكثير ديال الناس دابا ولاو كيهضروا على الشبه هذه النقطه خويا كريم لان هنالك بعض الناس ولاو كيهضروا كيقول لك ربما ان البنزرتي كيجربوا باش يلعبوا في الفينال ديال العصبه فانا غير اللي بغيت نقول لهم تنظن هذه المساله جد مستبعده لان الفينال ديال العصبه راه مقتنع باللاعب بابا طوندي ربما البادير كيبقى المترجي الى حد ما فاما اما اما جيبوه فراه خارج المفكره ديال المدرب ما عاد الى طراد ربما شي معجزه فتنظن الهدف هو ان هنالك باغيين باش يفكروا اللاعب وخاصه دابا اخر الموسم ربما شي نادي في الخارج او لا سيدي شوف الناصري غادي 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 يتكلف به الناصري كيطير في هاد اللعيبات هادو غادي يشوف ليه شي فرقه ويمشي اخويا الله يسهل عليه حنا غير يمشي لان بصراحه هاد اللعاب ما عطا والو للوداد الحمد لله بعد قضينا الغرض باللعاب اللي كاينين وصلنا النهائي ديال العصبه ونتمنى ان شاء الله ان تكون نتيجه ايجابيه واخا نشوفوا السي عبد الملك السعد كيقول لك شكرا خويا كريم مرحبا خويا الله يبارك فيك السعد التافي كيقول لك الوداد خاصه مدافع اوسط حتى هو ان شاء الله غادي يكون عادل انوار كيقول لك واش الماتش ديال خريبكا في الرباط لا الماتش ديال خريبكا غادي يكون الوداد اللي مدخل غادي يكون بيرجيكو اذا حنا غنخرجوا عند بركان ولكن الماتشات الاخرين غادي ندخلوهم بجوج في كازا اذا ما بقات هضره يعني الا جبنا نتيجه من بركان صافي مول المليح باعو راه كما كيقولوا واخا المهم هادشي اللي كاين واخا نختموا هاد اللايف هذا شكرا وخلينا الناس بلا سحور المهم حاولنا ما امكن ان نقربوكم اكثر للفريق الاحمر حاولنا ما امكن اننا يعني نعطيكم اخر الاخبار يعني بالنسبه لهذه المقابله ديال بركان ان شاء الله غادي نشوفوا ان شاء الله نهار السبت الا كنا نقدروا نديروا شي لايف اخر ان شاء الله الا كانوا شي مستجدات ونشوفوا مع الاخوان على حسب التوقيت ديالهم واخا ناخذ كلمه اخيره بالنسبه لرشيد واش كملتي هذاك كاوكا ولا بيستاش فين وصلتي بيستاش دابا واش رشيد سي رشيد رشيد راه ناس واقيلا كاع واش سي رشيد واقيلا كمل داك البيستاش اللي كان من بدا بكاوكا سالا بيستاش واخا نشوفوا السي محسن اذا يقدر يكون رشيد مشى سي محسن ما رايك في هذا الشيء نديروا واحد الخلاصه
باش الاخوان اللي قاع جاو يلا جاو. ان بالنسبه لك انت يعني المقابله الجايه يعني بركان، ومن بعد نديروا كلمه اخيره باش نكملوا. الله، هو كخلاصه خويا كريم، غير باش ربما اللي يلتحق بينا باش كخلاصه، فكنا بدينا هضرنا على المقابله ديال فريق الجيش الملكي، وربما النقطة المستخلصة هو أن هذيك نتيجة التعادل ليست بنتيجة سيئة، لأن نقطة ربما كانوا كيخصوا من خمسة نقاط باش نحسموا اللقب، خدينا نقطة دابا بقاو أربعة نقاط، 12 نقطة يعني من أربعة المقابلات المتبقية. فنهار الاثنين إن شاء الله غتكون المقابلة ديال النهضة البركانية اللي غتكون مقابلة صعيبة، وفريق الوداد إلى حقق ربما إلى حقق تعادل أو انتصار فغيزيد يقرب، وغيكون الى حقق نتيجه كما قلت التعادل او الانتصار، فغتكون غيكون بامكانه يحسم المصير ديال البطوله يوم الخميس في ملعب البير جيغو كونتر اولمبيك خريبكا. فيعني غيكون وبهذيك الساعه غيكون ربما التركيز كامل، غيكون هذيك الساعه عنده وقت باش ربما 8 ايام اللي غتكون عنده، يعني الخميس يعني الجمعه اللي موراها غيكون 24 ماي غتكون المقابله ديال المقابلة النهائي كونتر الترجي اللي غتكون في الرباط، فتنظن على الاقل غتبقى له هذيك 8 ايام. بالنسبه للاعب والنجم راه هنالك واحد البلانينغ مع المعد البدني وكذلك مع الطاقم الطبي باش يجهزوا المقابله ديال 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 الفينال، ونتمنى ان شاء الله انه يوجد ان شاء الله يوجدوه قبل، وعلى الاقل يلعب مقابله في البطوله، ولا غير باش ولو غير ربع ساعه، ولا باش ربما يدخل في يدخل وياخذ هذاك الريتم ديال المباريات. ربما كان هنالك النقطه ديال ربما ديال الحكم اللي هذا اللي عليه هذا علامه استفهام تيازي، ادم سميث كيقول لك انا خايف من الحكم تيازي سي هي اللي بغيت نجي لها خويا كريم. بالنسبه هنالك علامه استفهام، لان تيازي احنا تنعرفوا لانه صراحه كيدير اخطاء كبيره، وخاصه في ضربات الجزاء كيكون عنده سوء تقدير، يعني بعض الخطرات اللاعب كيطيح كيصفر ليه، اولا كتكون شي لمسه جيد اللي ما واضحاش كيصفر، يعني الحكم اللي كيسيفل على بنتيج بزاف. راه حذاري من هذاك اللاعب ديال بركان، لان اللاعب ديال بركان شفنا يعني كيعتمدوا بدنيا على الاندفاع البدني، والوداد عنده مقابله ديال الفينال، اذا حذاري ثم حذاري غير من الاصابات، يعني هذا هو اللي الخوف ديالي. اما يعني الحكم ولا هذا ولا هذا، كنظن ان الوداد غادي تقوم مقابله مزيانه. صعيب ان الوداد تخسر، يعني ما ديرش عوداتنا هذا الموسم، هذا الموسم كامل، ان الا كان عندها شي تعثر في مقابله كون على يقين المقابله اللي بعدها غترجع بقوه. وانا كنقول بان غادي تربح بركان في بركان، وغتفضي هاد نهايه الاسبوع، يعني غادي نفضيو هاد الحاله ديال البطوله. انا كنوعدكم هو خويا كريم، كتبقى لان دابا لان حتى بنفرتي راه في المقابله ديال فريق الجيش الملكي، راه كان واحد الغضب كبير على ربما على اللاعبين على الهدف اللي خداو في هذاك في الوقت الضائع ديال هدف التعادل ديال فريق الجيش الملكي، لان البنفرتي كان ربما كان الهم الوحيد ديالو هو كان باغي ثلاثه النقاط باش يمشي يقلب على نقطه في بركان ويحسم البطوله، يفتح الملف ديال العصبه، وغيكون عنده ديك الساعه وقت اطول. ولكن بما انه تعادل فكان راه شفنا رده فعل ديالو، كان واحد الغضب كبير حتى ربما حتى في الندوه الصحفيه بان عليه بانه ما كانش مقتنع بهذيك النتيجه. كنظن ان المقابله ديال بركان، فتنظن لا من هضره البركاني ولا الوداد، كنظن عرفوا مقابله صعيبه، ولكن كنظن ما غيكونش اخويا كريم هذاك لونجاجمون، لان كنظن الفريقين معنا غيفكروا في ان تفادي الاصابه، لان حتى بركان راه كنظن ان اللاعبين ديالها ما يمكنش يغامروا برجليهم يعني في كرات اللي تكون صعيبه، وداك الشيء لان عندك الاحد راه الا تقاس لك لاعب اخويا كريم راه صعيب باش تيكيبيري في ظرف خمسه ايام ولا سته ايام. هذا هو اللي عندنا التخوف منه. والمشكل الاكبر اخويا كريم هو ان المقابله ديال الاياب ديال النهضه البركانيه عندهم الاسبوع اللي موراه، يعني بعد يعني الحد والحد اللي موراه، يعني ما عند يعني ما كنظنش انهم يغامروا، هما غيقلبوا على النتيجه، ولكن غير كنظن هذاك لونجاجمون الكبير اللي تنعرفوا على النهضه البركانيه وكذلك على الوداد، هذاك البريسينغ العالي وداك الشيء، وفي هذه الظرفيه ديال اللي ربما النادي فيها انه ضرب دي تراجيطوار وداك الشيء،
يعني مسافات طويله، فتنظن ان الفريقين معا ما غيكونش هذاك لونجاجمون. ونقدر نقول لك ان ممكن ان فريق الوداد يخطف الفوز ولا التعادل. اعطيني التوقعات ديالك بالنسبه للمقابله. هو اخويا كريم انا تنظن المقابله غتكون تنقول لك غتكون صعيبه، ف تقدر تنتهي بالتعادل ولا فوز فريق الوداد. فانا هادشي اللي تيبان لي ان الوداد غيمشيو يقلبوا على النتيجه. انا كنظن 2-0 الوداد البيضاوي، وغنفضيو هاد الحريره هادي ديال البطوله، وغنجمعوا ونطويو. الفهم يفهم، حنا غادي نربحو وغادي نديو البطوله، وغادي وغنجيو نحتفلوا. نعم ياك ما السحور سي محسن انت وكيعيطوا لي للسحور. سير اخويا محسن. لا نمزل. لا كريم، هذا رشيد اللي هضر معاك. هذا رشيد. رشيد ساليتي كاوكاو بيستاش. سي رشيد، اذا كنظن وقيلا عاود رجع اخويا كريم. على كل شوف خويا كريم، فتنتمنى ان شاء الله غير هو باش نختم اخويا كريم، بما ان هذه المقابلات الاخيره في البطوله مقابلات لمصيريه، بغض النظر المقابله ديال الوداد، فحتى المقابله ديال الانديه اللي ربما اللي كتصارع سواء من تفادي النزول ولا على المراكز المؤهله المنافسه الافريقيه، لان كما قلت اخويا كريم راه ممكن المركز الرابع يكون حتى هو مؤهل لاكاف. فغير اللي تنتمناو ان الحكام يكونوا اخويا كريم في المستوى، باش ما تخلقش واحد لابوليميك كبيره، لان دابا راه اي نادي اي غلط بسيط راه ممكن انك تساهم في اسقاط نادي، او لا انك تفافوريزي نادي اخر باش انه يدوز المنافسه الافريقيه، ولا انك ديفافوريزي باش انه ما يدوش. فنتمنى لكافه الانديه والحكام خاصه، لان كاين الحكام الشباب اخويا كريم اللي اول خطا راه تيبقى وارد، راه بغض النظر حنا واخا تنتقدوا الحكام اللي غير اللي ما ربما غير هو اللي ما وقبوش اخويا كريم، هو ديك سوء النيه. اما الحكم فتيبقى بشر كما اللاعب كيضيع امام الشباب. سيدي صافي سيدي، حنا دابا حنا شوف هضرنا ما فيه الكفايه على الحكام طول الحلقه كامله. ما عادش كتسحروا السي يونس السي محسن. وتشارى دابا خويا كريم دابا ثلاثة يلاه سير اخويا دابا كنصحو. ونوجه تحية خويا كريم غير للسير رضوان اللي كان معانا، وكافة المتتبعين ديال شكون رضوان. رضوان جيد. لا سي نور الدين كاين رضوان. قلت لي رضوان وقول الاسم كله باش نعرفوه. سير رضوان. كاين رضوان منعم، وكاين حتى نور الدين اخويا نور الدين نوجه له تحيه، راه كان معنا حتى هو كان في اللايف راه يكون باقي. لا نور الدين دائما معنا بطبيعه الحال. نور الدين واك تبارك الله عليه. شوف كريم، وسي ستيفان كافيدي راه مقلق منا واقيلا، لان مع فريق الجيش الملكي راه ربما غضبان على الوضعيه ديالو، وحتى حنا تنتاسفوا لان لا ولكن لا اش بغيتي نقولوا شي حاجه ما كايناش. هو الجيش يعاني، والجيش دا نقطه ثمينه، اشنو اكثر من هذا الشيء؟ لا قلت لك زعما دابا وانا درت لي التصويره كاع، انا درت التصويره كاع فوق ليكرو. ها هي يلا هات اسي. لا شوف خويا كريم. نعم خويا كريم، قلت لك حاجه عاديه، اي مشجع ديال اي فريق. لا بطبيعه الحال شوف، الجيش فريق كبير بالجمهور ديالو، يعني كنعرفوا الشغف. والجيش ما كاينش شي محب مغربي ما كيبغيش الجيش. الجيش اللي بدات لنا القاطره ديال افريقيا، اللي عطاتنا الاسم ديالنا في افريقيا، اول يعني لقب قاري جابته الجيش. اذا شوف، ما يمكنش ما تبغيش الجيش ولاعبي ديال الجيش والتيمومي وكاع. ما يمكنش. نعم سيدي خويا سيدي، باش نحط واحد المعلومه باش قبل ما نختموا ولا تفكرتها، هو ان بالنسبه لهذا ربما ديك الضجه اللي دايرينها توانسه وداك الشيء، فتنظن ان ربما المسؤولين ديال الفريق ديال هذا ديال لا رئيس ال صفاقس الجامعه، لا رئيس ديال لا ديال الجامعه التونسيه وداك الشيء، كنظن بانهم بداو تيبردوا القضيه، بداو تيبردوا. لا راه عيط ويعني وقال طلب السماحه من قجاع، وهاد الحوايج هادو كلهم راه هضرنا لهم. نعم سيدي. لا راه بداو تيبردوا، لان كنظن لان حتى شتي دوك التوانسه راه انا اللي كنعرفهم، راه مشيت لتونس ودرنا بزاف ديال الحوايج ما في تونس، مقابله ملي كنا مع شوف هادوك التوانسه كيخافوا ما يحشموا.
شتي وراء وراء هذا والهضره الهضره الهضره ملي كتجي يعني وجها لوجه راه بحال شي اش غادي نقول لك بلا ما نقولوا، ولكن هما كيعتمدوا على داك التضخيم ديال 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 الهاله وهذا. نعم سيدي، هما خويا كريم هما بغاو بحال يبروا هذاك الاخفاق ديالهم وينقصوا من هذاك الاخفاق، لان الانديه التونسيه لا نجم ولا السقف يتخفوا. ومساله اخرى اهم من هذا الشيء كامل اخويا كريم، هو ان ربما عندهم حتى عندهم في النادي ديال السقف عندهم لاعبين اللي دوليين فهمتي، واللي كانوا ربما تعدوا على الحكام من طبيعه الحال، ما خايفين دابا يقصيهم من طبيعه الحال. لا من غير الاقصاء اخويا كريم، اذا تم التوقيف ديال هذوك اللاعبين والمعاقبه ديالهم راه ما غيلعبوش مع المنتخب التونسي. يعني هما راه نوع من الخبث ونوع من الذكاء باش داروا هذاك الاعتذار للجامعه المغربيه وداك الشيء، ربما بحال وانت شوف والله الا تزاكروا معاهم، انا نقول لك لاك والله الا تزاكرت معاهم ديك المهزله اللي داروا ما يتزاكروش معاهم. اسيدي دبروا راسهم، نشوفوا حنا شغلنا. السي عبد الرحيم كيقول لك وبقينا هنا ما غادي نختموا هذا الادم الفجر، واخا با كريم قطع على هذا وقطع على والسي عبد الرحيم والسي عبد الرحيم راه سمعناك اليوم مع الفريخ راك تي متالق وسمعناك، واخا قطعوا عليك سي محسن. خويا كريم شوف نوجهو تحية عبد الرحيم، ولو قال لك قطع على هذا احنا سيدي سي عبد الرحيم. لا غاكيضحك هو دابا كيعيب في راديو مارس كيقول لك زعما مني هذا، كيقول لك قطع على هذا، راه حنا عارفين اخ ديالنا عبد الرحيم. لا تانا تنحيي اخويا كريم، حنا عارفين اللي كاين، حنا لا تنحييو كافه المتتبعين ديال ماروكس كور 24، وتنوجه لك تحيه اخويا كريم. تبارك الله، شكرا اخويا محسن. شكرا طيب اخويا كريم، والله يعاونكم السي كريم. شكرا للسي محسن، كان معنا من مدينه الرباط السي رشيد. كملتي كاوكاو بيستاش، فين وصلتي؟ والسي رشيد كملت يلا وجدت اخويا الحور، كملنا الامور ايوا مزيان. اذا غادي نودعوك تنتايا السي رشيد، كلمه اخيره باش نودعوك، كمل داكشي ديالك. اختي داير حقلك ما باغيش تدوز معايا في السكايب، قول لي انت بغات تدوز معايا غير في المكالمه هاتفيه باش داكشي ديال الحديث ومغزل. لا ماشي هكاك وعقت بيك عقت بيك، راك عارف التوقيت اخويا. لا بحال هكا ما عندنا مشكل، الدنيا هانيه، حنا المهم عندنا هو نتناقشوا مع الاخوان. الامور على سيدي، الحمد لله ان الحلقة دازت مميزة، ونتمنى أن نكون الإخوان يكونوا فادوا المشاهدين الكرام. وتبارك الله سي كريم، راه دائما تألق على تألق والتميز، ونتمنى أن نكون خفاف الدل على المشاهدين الكرام. تبارك الله عليكم جميعا، نحب نقولوا للإخوان حر مبارك والله يوفق الجميع ان شاء الله. راه كنصوبوا في داك التطبيق ديال الهاتف باش الاخوان يبداو يتصنتوا لينا غير صوتي، ما عندهم ما يشوفوا كمامرنا، ما عندهم ما يديروا بهم. حتى اللي ما عندوش الامكانيه باش يشوفنا مباشره غادي يتبعنا غير صوتي بحال الراديو. اذا هذه تقنيه اللي غادي نديروها هذا الاسبوع ان شاء الله غنبداوها، وحنا راه كنحاولوا كما قلت لك غير حاولوا تدعمونا. ماروك سبور 24 تي في يعني في اليوتيوب، حاولوا تفعلوا الجرس وساعدونا وبارطاجيو مع الاخوان ديالكم جميعا. غادي يكونوا برامج، غيكونوا مع لاعبين سابقين ديال الوداد، مع مدربين صحفيين. اذا حاولوا انكم تساعدونا وتعاونونا باش نقدروا نوصلوا الصوت ديال الوداد الى العالم. ودائما متالق خويا رشيد تبارك الله عليك، كنضربوا لك ميعاد ان شاء الله قبل المقابله ديال البركان ولا بعد المقابله ديال البركان باش نحلل المقابله، ولما لا تكون الوداد فائزه بثلاث نقاط ونحتفلوا جميعا بالبطوله 20 ان شاء الله. السي رشيد ان شاء الله في كريم، شكرا لك وتصبح على خير. اذا بقى لي غير ان نودعكم ونحيي بعض الاخوان اللي كانوا معنا. كان السي خالد مستاذ كيقول لك تحيه لكم، شكرا لك اخويا خالد. عبد الرحيم تحيه للسي رشيد تبارك الله عليك. ادم سميت تصبحون على خير من فيرجينيا والسلام عليكم. شكرا لمغاربه العالم، مغاربه امريكا الشماليه. ادم سميت كان معنا من فيرجينيا. عادل انوار واش لقيتو من خار، يتلقب عليه عادل العماري، كيقلب عليه عادل هذاك من خار، لقاوه اخويا، لقاوه، ورا تحطات الصوره ديالو. اشوف
مع المغاربه دايره غير زينه الله يجيبوك واخا تكون في تكون في القمر. جابوه من خار مسكين مني خير جابوه. حسن الطاكسي يقول لك تصوروا الوداد ديال العصبه وها عادي هادي راه هاد الحوايج هادو عاديين اش غنتصوروا راه الوداد ان شاء الله غادي دير عصبه. هشام هشام تحيه لكم رفيق يقول لك كلنا توني للفوز بكاس الاميره ان شاء الله. نور الدين واك تبارك الله لك اخويا نور الدين تصبح على خير الله يسحوركم. مبروك ان شاء الله مني خير مني خير. لقاو اخويا هشام لقاو والله الا لقاو لقاو هذاك العفيريت خصك تشوف التصويره ديالو مني خير عفريت. تحيه لكم جميعا. سي عادي تبارك الله على محسن. سمحوا لنا لان هذا البرنامج كنحاولوا ما امكن اننا نستغلوا يعني الـ 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 الناس اللي كيكونوا معنا يعني داكشي علاش ما كنحاولوا ما امكن اننا ما ناخذوش مكالمات ولكن غادي يكون عندنا برنامج ميكرو الجمهور اللي غادي ناخذوا فيه غير المكالمات ان شاء الله. اذا غير صبروا علينا غادي نحاولوا نديروه يوم الغد ان شاء الله ميكرو الجمهور غادي يكون خاص غير بال الـ 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 المتتبعين ديالنا باش نعطيهم حتى هما فرصه يهضروا على الفرق ديالهم طبيعه الحال الرجاء الوداد بركان جميع الفرق. الانسان اللي الواحد اللي بغى يعيط وما غنقطعوش عليه ما غنقطعوش عليه يقول اللي بغى طالما في احترام وكل واحد يهضر على الفرقه ديالو ما كاينش اشكال. اذا نشوفوا اخر ميساجات اذا كاين شي حاجه بالنسبه لاوناجم كما قلنا اوناجم يعني داروا ليه واحد الاعداد بدني باش يكون واجد يعني المقابله النهائيه. اذا ما كيترينيش مع الجروب ولكن عنده تدريب خاص. إذن هدية آخر الأخبار. نعود الأخبار باش نختمو. اللاعب أولمبيك أسفي قريبا من الوداد اللي هو مرابط حضرنا عليه كركاش يعني بواحد الصفة كبيرة في الوداد. كما قلنا هذه ثلاث أشهر باش كنا كان عندنا السبق لهذا الخبر. حشادي تا هو ديال الخريبكة قريبا من الوداد جابوا الجزائري في الوداد إن شاء الله كما قال الوكيل اعمال ديالو جابو ان شاء الله في الوداد. وعوده ديال اسماعيل مترجي اللي كاين في المحمديه غادي يلعب في الوداد. كنظن ان الوداد السنه المقبله غتكون اقوى من هذه السنه لان الاغلاط اللي داروا في بدايه الموسم والوداد قدرات انها توصل لهذا المستوى وقدرات انها توصل لنهايه ديال العصبه والشامبيونه كنظن اكبر دليل ان هاد الاخطاء مع البنزرتي ما غاديش يتعاودوا وغادي تكون الوداد اقوى. وانا كنواعد بان الوداد غتكون اقوى العام الجاي لان كاينه بطوله العرب فيها تقريبا واحد 9 ل 10 مليار وغتكون كاس محمد السادس غتكون في مدينه الرباط. كاينه العصبه كاين كوب ديوترون كاين تحفيزات بالنسبه لاخر اخبار كيقول بان كاس العرش غادي القيمه ديالو ماديا اما القيمه يعني هذا ما يهضر على حتى شي واحد كاس العرش ولكن ماديا غادي تكون اكبر غادي يكون يعني تا بالنسبه للشامبيون غتكون القيمه غادي ترتفع. ممكن اخر اخبار يعني اخبار كتقول يعني ممكن توصل المليار اللي دا الشامبيون يقدر توصل المليار. اذا هادو كلهم يعني حوايج غادي 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 يعودوا بالنفع بالنسبه للكره المغربيه ديالنا وبالنسبه ملي كيكون تحفيزات ماليه كتقدر بزاف تنتدابات وهذا كتقدر تقوم بهم وهذا الشيء هو اللي غادي يخلي البطوله ديالنا تكون احسن واحسن. خالد وصدق يقول لك مني خير تلقاوه منخار لقاوه عفريت هذاك منخار لقاوه. عبد الرحيم سعاده مرابط وليس المرابط ليس مرابط وبحال هو ديال اسفي ديالكم السي عبد الرحيم مرابط واخا. مالك ملوكا كيقول لك جديد الوداد شكرا التوفيق بالتوفيق جديد الوداد راه قلناه وقلنا حتى اللاعبين اللي قريبين بالنسبه للوداد كركاش مرابط ديال اسفي وكاين جابو بطبيعه الحال اللي هضروا عليه جميع هذوك الناس باقين باش قلنا والحشادي ديال خريبكة حتى هو الا تفكينا من هاد العفريت ديال جيبور غادي ان شاء الله حتى هو يكون
مالك كريم معايا؟ لا حاشا والله يا سيدي، ما معاك غير الخير والإحسان أخويا كامل. أنت راك خويا. إذا لوح لينا فطو ديال في لاباج، الفوتو ديالو في لاباج. مني خير، بغيتو التصويره ديال مني خير، عفريت هذاك مني خير، واللي سمع الصوت ديالو يقول هذا مني خير، غادي نلوحها لكم في لاباج. مني خير يا مني خير، انا نقلبوا عليه تجابه. الله يعطيكم الصحه وديما وداد من فرنسا. سام اورغا اورانجينا، او سام اورانجينا، واخا سام اورانجينا من فرنسا، مرحبا بكم جميعا. شكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم والمسانده ديالكم. الاخوان ديالي ما بقى لي الا نودعكم في هذا اللايف. غدا ان شاء الله غادي تكون ميكرو الجمهور، نقدروا نهضروا فيها على الاخبار، اخر الاخبار اذا كانت شي اخبار قبل مقابله ديال بركان. اذا الى ذلك الوقت استودعكم الله التي لا تدعو. المهم نودعكم وخليني نمشي نتسحر هنا. تبارك الله عليكم جميعا وشكرا لكم والى اللقاء. شكرا للاخوان ديالي، تبارك الله عليكم. شكرا اخويا ستيفان، تبارك الله عليك، الى اللقاء.